ومع ضيوفي النهارده كالعاده الحقيقه مجموعه متميزه من كبار النقاد الرياضيين واساتذتنا الحقيقه في النقد الرياضي في كل الصحف وفي كل المجالات، الاستاذ طبعا جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري والاستاذ عصام شلتوت والاستاذ سامي عبد الفتاح. ده في الجزء الثاني من هذه الحلقه. هنتكلم معاهم عن حديث مهم عما يشغل بال وعقول حضراتكم سواء كان خاص بالنادي الأهلي أو أي ملف الحقيقة على الساحة الكروية المصرية الرياضية. عايز أتكلم مع حضراتكم في أول حاجة النهاردة، أول حاجة عايز أتكلم فيها، أنا الحقيقة متفائل جدا ببطولة الدوري العام الموسم القادم. ليه؟ لأنه أنا أعتقد أن هتكون أقل في الأخطاء، شفناها السنة اللي فاتت وحصلت معانا السنة اللي فاتت ومع النادي الأهلي تحديدا، وعشناها على مدار المواسم الماضية بداية من إنشاء رابطة الأندية الدوري الممتاز. البداية الجيدة دائما تأتي من النتائج، واللي احنا شايفينه ووجود رابطة الأندية أعتقد أنه هو شيء مميز. مرورا بقى بحفل قرعة بطولة الدوري التي أقيمت أمس في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وكانت الحقيقة كانت حاجة في منتهى الجمال والرقي. كمان اللي بيحصل ده يقول إن في تنظيم وفي حاجات مدروسة هتحصل خلال الموسم القادم. حضور الجماهير حاجة رائعة جدا، والحقيقة أنا هنا بأكرر شكري وتقديري لجهود رجال الشرطة اللي وافقوا على وسمحوا بوجود الجمهور في المباريات القادمة حتى لو بأعداد قليلة، ولكن قد تكون هذه هي البداية فقط، وما بعد البداية والأمور تمشي بشكل جيد أعتقد الأمور هتتغير والأعداد هتزيد إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. كمان شكل الإخراج، شكل الإخراج إن هو هيكون بتقنية أعلى وبعدد كاميرات أكبر من الفترة السابقة، وإنه لن يقل بأي حال من الأحوال عن 10 كاميرات، واعتقد ان دي حاجه جيده جدا جدا جدا. كل ده حلو جدا وكل ده جميل، وانا قصدت ان انا ابدا كلامي مع حضراتكم بهذا الامر لانها بالفعل امور جيده جدا جدا ان شاء الله نبني عليها خلال بقيه الموسم. ولكن وانا بقرا في شويه ملحوظات الحقيقه يمكن انا خدت بالي منها وانا بتكلم كده او انا بقرا فيها. مثلا زي في اللائحه الخاصه بالموسم الجديد الماده 8 تحديدا المادة 98 وهي خاصة بشؤون الحكام. المادة دي بتقول ايه؟ بتقول اذا ثبت باعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجتها بقرار من إدارة المسابقات وتعاد. ده كلام حلو جدا وكلام سليم، وبالمناسبة وللعلم ده مش جديد، اللائحة بتاعت شؤون الحكام اللي أمام حضراتكم دي مش حاجة جديدة، دي مش حاجة جديدة على أي مسابقة في كرة القدم. دي في لائحة الفيفا موجودة، وإن البند ده موجود في لائحة الاتحاد الدولي من فترة طويلة جدا. من فترة طويلة جدا. بس ما كانش بيتنفذ عندنا وما كانش بيتقال إن هو موجود عندنا. السؤال هنا بقى، هو ليه أصلا ما كانش محطوط أو معمول بيه قبل كده؟ دي حاجة. الحاجة التانية الحقيقة والأهم، أتمنى أنه ما يكونش في بند محطوط لتجميل المنظر العام، بمعنى أنه هل يتم فعلا العمل بالبند ده ولا مش هيتم العمل بيه؟ طيب ماذا لو كان فعلا في خطأ والحكم لم يعترف بيه؟ ودي حاجة بنشوفها والفار طبعا بيبينها. أكيد مش كل الحكام هيكون عندهم يعني سلام داخلي مع نفسهم ويطلع يقول أنا غلط. أنا بكلمك بقى في 34 مباراة، اقعد احسب كم مباراة هتتلعب في 34 نادي، في 18 نادي و34 مباراة بالإضافة لبطولة كأس مصر. ما ممكن يثبت جدا إنه في خطأ فعلا بشهادة الجميع ولكن الحكم نفسه ما يطلعش يقول، مش هيعرض نفسه للإيقاف يعني. فممكن الحكم اعترف بس بعد نهاية المباراة بأكتر من 48 ساعة، زي ما البند هو اللي بيقول الكلام ده. لو الحكم اعترف بعد 48 ساعة هنعمل ايه؟ كمان في حاجة تانية،
رابطة الأندية بالمناسبة يعني لم تتطرق إلى الحديث عن نوع الخطأ اللي يمكن ارتكابه، أو لو لما يرتكب تعاد المباراة على هذا الأساس مرة أخرى وفق لائحة الموسم الجديد طبعا في الدوري المصري، حيث نصت أنه إذا ثبت اعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجتها بقرار وإدارة المسابقات وتعاد في خلال الوقت اللي تحدده الإدارة. طيب هو معلش سؤال، هو أنا دلوقتي عشان بس الآلية اللي بنتكلم عنها دي لأنها آلية مهمة جدا جدا، إزاي هقدر أنفذ الحاجة دي؟ إزاي هقدر أنفذ البند ده؟ البند ده تحديدا هنفذه إزاي؟ طيب واحد فريق من الفرقتين اللي بيلعبوا ضد بعض جاله أوت، وهي أوت غلط، يعني أوت كان المفروض إن هي تبقى للفريق الآخر. خلاص؟ فأنا لعبت الأوت اتردت عليا دخلت فيا جول. طيب هل ده يعتبر خطأ جسيم ولا ما يعتبرش خطأ جسيم؟ الآلية اللي بيعترف الحكم فيها بخطأه، الآلية دي ازاي؟ هل ستكون بخطاب رسمي مثلا للجنة الحكام، ولا من خلال اعترافه على كل وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، ولا من خلال تصريحاته للوسائل وسائل الإعلام، ولا ايه؟ ولا في التقرير بتاعه؟ مش كان يجب ان يتم وضع الآلية اللي هيتم الحكم بيها لاعترافه؟ طب خدوا بال حضراتكم، اللائحة أو البند اللي موجود في الاتحاد الدولي بيقول إيه؟ تسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة المباراة إذا إيه بقى؟ إذا كان الخطأ فنياً جسيماً ويكون ذلك في أضيق الحدود تقديري للحكم. الحقيقة هو بند زي ده يعني بيقولوه كده وخلاص؟ لا، هو من وجهة نظرنا طبعاً هو بيتقال إن هو يعني بنحط السم في العسل، لأنه أنا عارف اللي هيحصل، وبقول لحضراتكم من دلوقتي النهاردة 13/10 والدوري هيبدأ 25/10، 25/10 بالليل هتلاقي فيه أندية، 25/10 بالليل هتلاقي فيه أندية بتقول لك لازم الحكم يطلع يعترف لأن فيه خطأ في المباراة والمباراة دي لازم تتعاد. هذا البند هيفتح، أو مش هذا البند، البند ده رائع الحقيقة، ولكن كيفية تطبيقه أو آلية تطبيقه هي اللي هتفرق كتير جدا جدا خلال الفترة اللي جاية، لأنه الخطأ نسبي ما بين واحد والتاني والاعتراف نسبي ما بين واحد والتاني، فده صيغة مطاطية الحقيقة كبيرة جدا. هو البند نفسه كويس جدا ما عنديش أي مشكلة فيه، لكن كيفية تطبيق هذا البند هتبقى إزاي؟ البند ده أنا هطبقه إزاي خلال الفترة اللي جاية؟ من الممكن جدا أن يكون هناك اعتراضات كثيرة جدا، أنا بقول لحضراتكم 25 بالليل 26 الصبح هتلاقي في اعتراضات، ولازم الحكم، وهيبقى في ضغط على الحكام، وهيبقى في كذا وهيبقى في كذا. طب هو الحكم مثلا، يعني مثلا هو الحكم ما حسبش للنادي الفلاني الفاول اللي لما ما اتحسبش دخل فيه جون، فطبعا لو ما اعترفش في خلال ال 48 ساعة النادي الثاني هيطلع يقول لك ايه، ما هو الحكم ده اصله بيشجع النادي الاولاني. انا مش عايز اتكلم على انديه طبعا لانه ما ينفعش. فالحقيقه انا بشوف ان البند ده، وخلي بال حضراتكم ده دورنا هنا ان احنا دايما نلقي الضوء، الحاجه الكويسه بنقول عليها كويسه، الحاجه اللي بنحط مش كويسه بنقول ان هي مش كويسه من وجهه نظرنا. والحمد لله خلال الفتره اللي فاتت الحمد لله الناس بتطلع ترد، حتى لو مش عندنا بتطلع ترد في أماكن أخرى وبتقول لا في كذا وفي كذا، بياخدوا من كلامنا وبيتكلموا عن هذه الأمور، ما عنديش أي مشكلة. ولكن هذا البند ده لعب بالنار، يجب أن يتم وضع آلية لتطبيق هذا البند في المستقبل. ده الدوري يوم 25، كمان كم يوم؟ أنا النهاردة 13، الدوري يوم 25، 11 يوم أو 12 يوم. أتمنى أن يتم وضع آلية لهذا البند علشان يبقى بند مثالي زي ما هو مقصود. أنا دايما بروح للنية الصافية أن البند ده مقصود أن هو يتيح للجميع العدالة، ولكن دي
من وجهة نظري هتبقى عدالة مطاطية. زي ما بقول لحضراتكم كل يوم بالليل بعد المباريات هتلاقوا مشكلة، وهتلاقوا أصل الحكم ده ما حسبلناش، ما رضاش يعترف عشان هو راجل مثلا بيشجع فريق آخر. هو ده اللي هيحصل وهو ده اللي هيتقال، واحنا مع بعض وهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الأيام اللي جاية. وعشان كده أنا ولا بصدر إحباط ولا بصدر أي حاجة، ولكن أنا في البداية قلت إن شاء الله يبقى دوري رائع، وأنا متفائل جدا بهذا الدوري، ومتفائل جدا برابطة الأندية، ومتفائل جدا بالقرعة اللي حصلت، ومتفائل جدا بالتقنية الاتش دي اللي هتبقى على الأقل 10 كاميرات. كان ممكن يبقى النقل السنة اللي فاتت أو اللي قبلها بقى أقل من كده، ولكن رابطة الأندية عاملة شغل كويس جدا. اللائحة دي بالمناسبة توزعت على كل الأندية، عشان كده أنا جايب لحضراتكم منها سكرين شوت للموضوع ده أو للبند ده تحديدا. فمهم جدا جدا من فضل حضراتكم للجنة الثلاثية أو لرابطة الأندية، من فضل حضراتكم تاخدوا بالكم من مثل هذه الأمور، لأنه أنا في النهاية أرجع تاني للسنة اللي فاتت. أنا مش عايز أرجع للسنة اللي فاتت وما حدث للنادي الأهلي في الدوري العام، وما حدث للنادي الأهلي في مباريات كانت كثيرة جدا. النادي الأهلي خسر 15 نقطة بسبب أخطاء التحكيم الواضحة الواضحة، مش حاجة تانية، أخطاء التحكيم الواضحة. هدف بيخش ما بتحسبش، ركلة جزاء حقك إن أنت تاخدها ما بتتحسبش. ومش عايز أرجع الموضوع للسنة اللي فاتت، لأن السنة اللي فاتت انتهت بالكويس اللي فيها وبالوحش اللي فيها، ولكن نحن نسعى دائما للتطوير، أو بنحاول دايما إن احنا نسعى للتطوير. عايزين الأخطاء، طبعا الأخطاء لا مش هتختفي، عمرها ما هتختفي، ولكن من فضل حضراتكم اعملوا حاجة. البند حلو وجميل وكل حاجة، ولكن آلية تطبيق البند هتبقى ازاي؟ وبعدين برضو ما هي فكرة تانية، هو أنا ليه استنى الحكم إن هو يقول الخطأ وأنا عندي الفار؟ يعني أنا عندي الفار موجود، ليه استنى الحكم وادخل الحكم في مواويل كتيرة جدا وكلام كتير جدا ممكن يحصل وأنا عندي أوريدي الفار؟ أو تبقى في أو تشكل لجنة معينة هي اللي تشوف الحاجات دي، تشوف تسجيل المباريات. لو حضرتك عايز تطبق أي آلية حضرتك عايز تطبق بيها، بس قول لنا عليها. الاتحاد الدولي كان واضح في هذا الأمر وقال الخطأ الجسيم في أضيق الحدود. حضرتك قلت إن الحكم لما يخطئ في قانون كرة القدم، ما هو الأوت ده على فكرة لو الملعوب غلط، لأن هو كان أوت على الفريق الثاني مش لصالح الفريق الأول، ف اتلعبت رجعت دخلت جون في الفريق ده، طب ايه؟ هتعمل فيها ايه دي؟ وبعدين حاجه غريبه جدا، عمالين ننادي ونقول هل سيستطيع او تستطيع لجنه المسابقات ان هي تنظم الدوري خلال الفتره اللي جايه بسبب الارتباطات الدوليه الكتيره جدا اللي موجوده خلال الايام القادمه وخلال الشهور القادمه. فهل حضرتك افرض 5-6 حكام عندهم سلام نفسي داخلي طلعوا اعترفوا ان هم اخطاوا في المباريات، هتعملها امتى؟ هتعيد المباراة انت؟ هو انت عندك وقت تلعب الدوري الاساسي عشان تعيد مباريات؟ ولا ما هو الا مجرد بند محطوط لتحسين الصورة، او ان احنا شيء مثالي وحاجة حلوة جدا واحنا بنعمل كل حاجة حلوة او بنحاول نعمل كل حاجة حلوة؟ لا، اتمنى ان يبقى فيه آلية لتطبيق هذا البند، لانه بند رائع وجيد جدا، ولكن الآلية بتاعته هتبقى عاملة ازاي؟ حد يطلع يشرح لنا يقول لنا. وبعدين بالمناسبة هو دور الفار ايه؟ طيب لو الفار قال حاجة وطلعت غلط هتعيد ولا مش هتعيد؟ أسئلة كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا. خد عندك بقى واحد بيلعب اوت، واحد جاله فاول وهي مش فاول ليه ودخلت فيه جون، حاجات كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها. لما الواحد قاعد يفكر كده في الكلام ده، لا، يجب أن يتم وضع آلية لتطبيق هذا البند، لأنه بند جيد وكل حاجة، ولكن يجب أن يتم وضع آلية واضحة لكل الأندية أن هي تشتغل عليه. أنا بقول لحضراتكم أهو النهاردة 13، وأنا بقى أخاطب هنا إدارة أو رابطة الأندية المحترفة. أنا بقول لحضراتكم من النهاردة 13 يوم 25 بالليل أو تاني يوم 26 هتلاقوا في أندية طلعة تقول هو ليه الحكم ما اعترفش؟ هو ليه الحكم ما عملش؟ فدخلنا نفسنا في نفق مظلم مظلم. حط الآلية وتطبق على الجميع، تطبق على الجميع، لأن العدالة
يجب أن تكون متواجدة على كل الفرق، على 18 فريق اللي موجودين. أتمنى، مش عايزين نسيب الموضوع مفتوح ومطاطي، أتمنى أن الموضوع ده يتحل في خلال ال 12-13 يوم اللي جايين قبل بداية الدوري العام. الموضوع التاني اللي عايز أتكلم فيه مع حضراتكم امبارح من خلال شاشة قناة الأهلي وفي البيت الكبير، قلت لحضراتكم قبل الناس كلها الحقيقة أن هناك اجتماع سيكون متواجد فيه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، والأستاذ الكابتن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومستر نيلو فنجادة المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم. إيه اللي حصل في الاجتماع وماذا حدث في الاجتماع؟ الاجتماع ده زي ما قلت لحضراتكم كان يناقش ما حدث خلال المعسكر السابق بالكامل ومباراتي ليبيا، وإيه اللي هيحصل في المعسكر اللي جاي. زي ما حضراتكم شايفين بعض الصور الخاصة بهذا الاجتماع، فإيه اللي حصل في الاجتماع، وهل كان في كلام عن أن سيحدث تغيير في إدارة المنتخب خلال الفترة اللي جاية؟ الحقيقة حتى هذه اللحظة اللي احنا عرفناه من مصادرنا أنه لن يحدث تغيير في إدارة في المدير الفني أو مدرب عام أو مدرب أو في جهاز المنتخب، مش هيحصل أي حاجة، الدنيا ماشية زي ما هي. على فكرة الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم دي من مصادر وهي حقائق، أنا لا أدافع عن أحد وما بتكلمش عن حد، أنا بدافع عن لعيبة الأهلي بس والنادي الأهلي، لكن أي حاجة تانية لا، أنا بقول حقائق بتحصل وحضراتكم بتسمعوها وحضراتكم بتسمعوها بعد كده. أنا قلت لحضراتكم ده الخبر ده امبارح، النهاردة حصل، قبل كده قلت لحضراتكم على الخبر بتاع كاس العالم للأندية بعدها حصل. في حاجات كتيرة جدا الواحد بيبقى بيطلع يقولها، بقول الحقيقة اللي قدامي من المصدر اللي قدامي علشان توصل للجمهور النادي الأهلي والجمهور اللي بيتفرج علينا، ما بقولش حاجة غير لما ابقى واثق من اللي بيتقال. عشان كده حضراتكم دايما بتلاقوا الحقيقة بتظهر بعد الكلام اللي احنا بنقوله. فمثلا يعني ناس أهلاوية كتيرة جدا كلموني قالوا لي يا كابتن إسلام، هو أنت ليه ما اتكلمتش عن موضوع موسيماني؟ لأني عايز أقول لحضراتكم الحقيقة، لأني عايز أقول لحضراتكم الحقيقة، مش عايز أطلع أقول والله لا أصل موسيماني قاعد، أصل موسيماني ماشي، أصل مش عارف إيه، أصل لا، مش عايز، مش هينفع أطلع أقول كده. ولكن في مثل هذا التوقيت الاجتهاد ما ينفعش، في مثل هذا التوقيت لما تبقى المواضيع حساسة وخاصة بالمدير الفني للنادي الأهلي ما ينفعش إن أنا أطلع أجتهد، ما ينفعش إن أنا أطلع أقول لحضراتكم كلام لمجرد التهدئة. ولكن هجيب لحضراتكم المعلومة من مصدرها، وهيكون ضيفنا هنا إن شاء الله الأسبوع القادم. مين أكتر واحد ممكن يتكلم عن موسيماني؟ مين؟ كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي. هجيبه لحضراتكم ضيف إن شاء الله، ونسأله كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوه، كل الأسئلة مش موسيماني بس، فيما يخص فريق كرة القدم بالكامل. فهي دي الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها علشان تبقوا حضراتكم دايما واثقين في الكلام اللي احنا دايما بنقوله. لأنه في موضوع موسيماني كل الناس عمالة تكلمني يا كابتن لازم تتكلم على موضوع موسيماني وتقول ان موسيماني مش هيمشي او هيمشي او كذا او كذا او كذا. طيب يا جماعة، هو انا ينفع في وقت زي ده اطلع اجتهد واقول كلام مش صحيح؟ ما ينفعش. لكن لما اطلع لازم تطلع وتقول كلام من مصدره، من مصدره. فان شاء الله الاسبوع اللي جاي انا هجيب لكم المصدر نفسه ان شاء الله، يعني هجيب لحضراتكم المصدر نفسه، اتكلموا معاه بقى، نتكلم معاه في موسيماني، في جهازه، في هل هيجي مدرب عام مش هيجي مدرب عام، هل اليو ديانج هيقعد ولا هيمشي، هل ده حصل قبل كده، هل جاله عقود هل ما جالوش عقود. هنتكلم معاه في كل ما يخص التعاقدات، هو ده دايما النادي الاهلي وهو ده اسلوب النادي الاهلي. انا بفضل ساكت، مش انا النادي الاهلي يعني، بنفضل ساكتين لغايه لما الوقت المناسب عشان اقدر اطلع اتكلم. بس الوضوح هو الهدف الاساسي والاسمى في هذا الامر. ان انا لما حضرتك تبقى قاعد، لما كابتن امير يقول حاجه، لما كابتن سيد عبد الحفيظ يقول حاجة، لما فلان يقول حاجة، يبقى هو اللي مسؤول عن الكلام اللي بيقوله وهو مصدر رئيسي في النادي، وبتكون مصادر رسمية مش مجرد كلام واجتهاد وخلاص.
فعشان كده انا ما اتكلمتش في موضوع موسيماني اليومين ثلاثه اللي فاتوا، ومش هتكلم عنه النهارده، هتكلم عنه ان شاء الله لما يكون معايا ان شاء الله ضيف الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي، وهو ده المهم وهو ده الاهم، ان تصل المعلومه مباشره الى جمهور النادي الاهلي من مصادرها وصحيحه. بس كده، ادي الموضوع في منتهى البساطه، عشان بس كل الناس اللي عماله تكلمني وتبعت لي على الفيسبوك وتبعت لي على كل مواقع التواصل الاجتماعي، يا عم اتكلم بقى على موسيماني وقول لنا ايه اللي بيحصل، يا عم مش عارف ايه، لا لا، في وقت ما ينفعش الاجتهاد فيه، لان حضرتك بتتكلم عن النادي الاهلي، عن المدير الفني للنادي الاهلي، مش بتتكلم عن حد تاني. هل اللي حصل ده كله والكلام اللي حصل ده كله اهو النهارده مثلا امير توفيق طلع قال ايه؟ قال يا جماعه ولا موسيماني طلب ان هو يزود عقده، وموسيماني مكمل السنه الجايه. كل الكلام اللي كان بيتقال الايام اللي فاتت ايه اللي حصل فيه؟ ولا حاجه. هنعرف تفاصيل اكتر، هنعرف تفاصيل اكتر، وهنقول لحضراتكم تفاصيل اكتر من خلال ان شاء الله امير توفيق لما يكون موجود ضيف معانا، علشان تبقى كل الامور واضحه امام جمهور النادي الاهلي. طيب، هم دول الحقيقه الموضوعين اللي انا كنت عايز اتكلم فيهم مع حضراتكم، وارجع مره اخرى بس قبل ما اطلع الفصل الاول عندنا، ان موضوع مستر كيروش تحديدا لما قعد النهارده في الاجتماع اللي كان معمول في الجبلايه النهارده، اتكلم عن امور كثيره جدا لم يتطرق مستر كارلوس كيروش عن ان هو مش عايز فلان او عايز فلان. أنا بس بقول لحضراتكم حقيقة من مصادرنا، مش بدافع عن حد ولا بقول حاجة، لكن أنا بقول حقيقة حصلت، إن لم يتطرق. هو اتكلم على أن التنظيم كان كذا، وإحنا محتاجين الفترة اللي جاية كذا، والمعسكر اللي جاي أنا عايز أسبوعين قبل المباراة، أو عايز ألعب ماتشين قبل المباراتين اللي في نوفمبر، فهنعمل إيه في الدوري. هو ده الكلام اللي طلع من مستر كارلوس كيروش، الحقيقة اللي هو صاحب شخصية قوية جدا ويعرف كيف يتعامل البرتغاليين كده بالمناسبة، والواحد اتعامل مع برتغاليين كتير، وبالمناسبة لاعبين، كل اللاعبين، محمد الشناوي، أكرم، كل اللاعبين اللي موجودين، صلاح، كلهم بيحبوا هذا الرجل. ده كلام من اللعيبة نفسها، بيلعبوا بأريحية، بيلعبوا حسنا أن في شكل مختلف في الأداء حتى، وهو الراجل واقف بره هادي بيوجه توجيهاته، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، بمنتهى الهدوء وبمنتهى الاحترافيه. فخلينا نبقى دايما في ظهر منتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه، علشان مهم جدا جدا حلم كاس العالم. يعني احنا خلاص لما في 2018 لما وصلنا كاس العالم، ما عملناش اللي احنا عايزينه، ولكن نفسنا بقى في 2022 ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه، نفسنا نصل الى كاس العالم ونعمل مباريات جيده ونصل الى ونعدي الادوار التمهيديه ونصل الادوار اللي بعد كده، ليه لا؟ معانا منتخب جيد جدا جدا جدا. تخيل حضرتك ان المنتخب ده، من غير المنتخب اللي كان بيلعب المباراتين السابقتين، ما فهمش ولا قفشه ولا شريف ولا بقيه اللاعبين اللي تم استبعادهم. فلما تخيل بقى لما ينضموا هؤلاء اللاعبين مره اخرى للمنتخب هيحصل ايه؟ هيبقى عندك فرايتي واسع جدا ان انت تختار كل اللي انت عايزه، وتلعب بنفس الطريقه اللي انت بكل طريقه انت عايز تلعب بيها. فاتمنى ان يكون هناك مسانده، وزي ما بقول لحضراتكم الاجتماع لم يتطرق من قريب او من بعيد لاي تغييرات قد تحدث في الجهاز الفني خلال الفتره القادمه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل دائما وكالعاده اخبار البيت الكبير النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الاهلي يكرم فريق الطايره صاحب الارقام القياسيه، وكعاده النادي الاهلي كل من يبذل مجهود وكل من يحاول ان يعلي دائما اسم النادي الاهلي بيتم تكريمه وفورا الحقيقه. فقرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب تكريم الفريق الاول للكره الطائره الذي حقق العديد من الانجازات سواء على الصعيد المحلي او القاري، ومرشحا بارقامه القياسيه للدخول في موسوعه جينيس. ياتي هذا في اطار دعم مجلس الاداره للفرق الرياضيه بالنادي وتحفيزها على تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات مع انطلاقه الموسم الجديد. وكان مجلس اداره النادي الاهلي قد قام بتكريم الفريق الاول لكره اليد بعد الفوز ببطوله كاس مصر والبطوله الافريقيه للانديه ابطال الكؤوس، وكذلك الفريق الاول لكره السله بعد الفوز مؤخرا بالبطوله العربيه للانديه للمره الاولى. اهو ده الخبر اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم مثلا.
من شوية. كابتن أمير توفيق بيقول موسيماني مستمر مع الأهلي ولم يطلب زيادة في راتبه. عقد أمير توفيق جلسة مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وقال أنه تم الاتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بموسم 2021-2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو موسيماني لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدراته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة. أيضا عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن. على الجانب الآخر، إعلامي جنوب إفريقي: أنباء رحيل موسيماني عن الأهلي غير صحيحة. يعني برضو في إطار الكلام وفي إطار الحملة اللي كانت معمولة خلال الأيام السابقة، بما أن البعض كان بيتخذ إعلام جنوب إفريقيا سواء من الإعلام المقروء أو المسموع أن هو حاجة حقيقية وشيء حقيقي ويمكن الاستعانة به، فبالتالي إعلامي جنوب أفريقي بيقول: أكد الإعلامي الجنوب أفريقي إيمانويل جودوين أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الأفضل حاليا في إفريقيا، وكل ما يقال عن رحيله عن النادي الأهلي غير صحيح. قال أيضا إيمانويل جودوين أن أنباء رحيل موسيماني عن الأهلي غير صحيحة، موضحا أن بعض التقارير الصحفية في جنوب إفريقيا قد تخالف الواقع أحيانا. وده الكلام اللي أنا دايما بتكلم فيه مع حضراتكم، أن هناك بعض الأمور اللي بتحصل لمجرد هز الاستقرار. من الممكن أن يكون حدث بعض المفاوضات ما بين موسيماني وما بين النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، ولكن يعني المفاوضات دي بتحصل ما بين مين؟ ما بين كابتن خطيب وموسيماني، ما بين موسيماني وما بين أمير توفيق، ما بين موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ. يعني مفاوضات رايحة جاية، أنا عايز كذا، لا أنا هديك كذا، أنت هتاخد كذا. المفاوضات دايما بتبقى رايحة جاية، ده لو كانت حصلت، ده لو كانت حصلت. ولكن إن لدرجة إن الثلاث أربع أيام اللي فاتوا الواحد شك في نفسه، شك. لكن عموما كابتن أمير توفيق قال خلاص إن موسيماني مستمر مع النادي الأهلي ولم يطلب زيادة في راتبه. وزي ما قلت لحضراتكم هنعرف تفاصيل كل هذا الموضوع إن شاء الله الأسبوع القادم من المصدر نفسه. كابتن سيد عبد الحفيظ رئيسا لبعثة الأهلي في النيجر، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر. حكم غاني يدير ضربة البداية الإفريقية للنادي الأهلي أمام الحرس الوطني. الاتحاد الإفريقي الكاف أعلن عن تعيين الحكم الغاني دانيال لاريا لإدارة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الحرس الوطني في ذهاب دور الاثنين وثلاثين. الحكم أدار هذا الحكم لقاء ذهاب نفس الدور في النسخة الماضية في النيجر عندما واجه النادي الأهلي فريق سونديب بطل النيجر وعلى نفس الملعب. كسبنا الحمد لله 1-0، إن شاء الله فقل خير. يعني تبدأ بالحكم وتبدأ بالفرقة اللي خدت فيها العشرة أعتقد، أو يعني فرقة من النيجر أيضا، فأعتقد أن ده شيء جيد جدا للنادي الأهلي. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم وانتظام الدوليين قبل مواجهة الحرس. خلاص الحرس الوطني طبعا. النهاردة الحقيقة كان تمرين النادي الأهلي، رجع كل الدوليين خلاص زي ما حضراتكم شايفين. علي معلول رجع ومن بعد مواجهات المنتخب التونسي، وأيضا عمرو السولية، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا تمارين استشفائية لأن هم لعبوا في هذا التوقف. بالنسبة للاعبين المحليين اللي ما كانوش لم ينضموا للمنتخب، لعبوا هم مباراتين سواء مع منتخب تونس بالنسبة لعلي معلول أو عمرو السولية مع منتخبنا الوطني. علي لطفي اللي عليه دور كبير إن شاء الله خلال الفترة القادمة، هو ومصطفى شوبير وبقية حراس المرمى اللي موجودين، إن شاء الله الشناوي يرجع لنا بأسرع وقت ممكن. يانكم بيقود تدريبات متنوعة لحراس المرمى، وإن شاء الله طبعا ده كله في استعدادا للذهاب
دور ال 32 امام الحرس الوطني. بدر بنون بيصل القاهرة مساء اليوم. ان شاء الله كابتن بدر بنون يصل الى القاهرة ويصبح متاح مع الفريق خلال الفترة القادمة. الشناوي بيحصل على حقنة بلازما. قال الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي ان محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بدا برنامجا علاجيا بعد الاصابه التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في مباراه ليبيا الاخيره بتصفيات كاس العالم، واوضح ان الشناوي حصل على حقنه بلازما اليوم ومن المقرر ان يخضع للراحه غدا الخميس على ان يبدا بعد ذلك مرحله العلاج الطبيعي. شناوي أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي بعد وصول بعثة المنتخب إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة التراوح ما بين 4 و5 أسابيع. قمة الأهلي والزمالك 4 أو 5 نوفمبر في الدوري باستاد القاهرة أو الدفاع. ده يعني خلاص هنبقى نلعب في استاد القاهرة أو في الدفاع الجوي. كيروش بعد تصدر مصر مجموعتها بتصفيات المونديال سنضحي حتى النهاية. كتب على تويتر: لعب الفريق بكفاءة وشخصية، كان من الجيد الاستمتاع ببداية جيدة، لكن البداية الجيدة وحدها لا تكفي، هذا كله عن الانتهاء بنجاح. هناك ثمن يجب دفعه وهو الالتزام الكامل والتضحيات للفريق حتى النهاية. طيب كيروش بيعمل ايه؟ كيروش بيقعد مع جهازه الفني وبيحط تقييمات لبعض اللاعبين او لكل اللاعبين. تقييمات كيروش والجهاز الفني للاعبي المنتخب: صلاح ليس الاول. طلب كيروش من الجهاز المعاون اختيار هيرو المنتخب على حد قوله، او ما يعني النجم البطل الذي كان له الدور الاكبر في الفوز بالمباراتين ومن ثم الاقتراب بشكل كبير من الصعود للمرحله النهائيه. واختار معظم اعضاء الجهاز الفني محمد النني. بالفعل محمد النني واحد من افضل اللاعبين في المباراتين الحقيقه، سواء المباراه الاولى اللي كانت في مصر او المباراه الثانيه اللي كانت في بني غازي، وجاء من بعده مرموش ومحمد صلاح. في الوقت الذي طلب أعضاء الجهاز من كيروش نفسه الاختيار ليعلن اختياره محمد الشناوي رغم إصابته في المباراة الثانية، طبعا لأن الحقيقة رجل ذكي جدا بالتصدي ده. الكرة دي لو كانت دخلت جون يا جماعة كانت غيرت حاجات كتيرة جدا 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 في كل ما يخص المنتخب الوطني. الكرة دي تحديدا، الكرة دي اتشاطت لو حضراتكم تتذكروا، اتشاطت وخبطت الشناوي طلعها برجله وطلعها بإيده وجت في العارضة وطلعت، وكانت النتيجة 0-0 لو حضراتكم تتذكروا المباراة الأولى في القاهرة. ويمكن هي دي الفرصة الوحيدة اللي كانت في برج العرب طبعا المباراة، ويمكن كانت دي الفرصة الوحيدة للمنتخب الليبي أثناء هذا اللقاء. الكرة دي تحديدا ربنا كرمنا قدرنا نجيب بعدها مرموش قدر يجيب الهدف وكسبنا 1-0، والحمد لله ربنا كرمنا في المباراة الثانية وقدرنا نكسبها. بشرة خير، الواحد بيسمع الحقيقة بشرة خير جيدة جدا. مباراة المنتخب الوطني أمام الجابون في برج العرب بحضور جماهيري. تشهد مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الجابون التي لم يتحدد موعدها النهائي بعد، هي مقرر ليها إن شاء الله في شهر نوفمبر في الجولة 6 للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، تواجدا جماهيريا باستاد برج العرب بالأسكندرية كما أكد وائل جمعة مدير المنتخب. الجبلية تدرس تعديل لائحة مباريات القسم الثاني إلى 5 تغييرات. الحقيقة برضو دي حاجة غريبة جدا، حاجة بالنسبة لي حاجة غريبة جدا بالنسبة لأي حد متابع لكرة القدم والرياضة. دوريين في بلد واحد، دوري الممتاز بيتعمل ب5 تغييرات، دوري الدرجة الثانية بيتعمل ب3، معرفش ليه، مش فاهم، محدش فاهم. يعني انا الحقيقه سالت ناس كتيره جدا محدش اداني اجابه مقنعه للكلمه دي او للموضوع ده، ان دوري كره قدم الف وب، الف اللي هو الدوري الممتاز وب دوري الدرجه الممتاز ب، الممتاز ب بيتلعب ب3 تغييرات والممتاز الف بيتلعب ب5 تغييرات. طب ايه الدماغ في كده؟ ما حدش قال، ما حدش قال اي حاجه. اشتكى عدد من أندية الدوري القسم الثاني إلى اتحاد كرة القدم في قلة التغييرات إلى 3 تبديلات أقل من الموسم الماضي، بينما أعلنت رابطة الأندية للدوري الممتاز استمرار التغييرات المسموح بها لكل فريق إلى 5 تبديلات. أدينا بنشوف الحقيقة
من الممكن ان يكون لسه في هناك تضارب الحقيقه ما بين بعض القرارات اللي بتتخذها رابطه الانديه وبعض القرارات اللي بيتخذها اللجنه الثلاثيه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم. لكن حاجه غريبه جدا، دوري في مكان واحد في بلد واحده، ودوري الف بخمس تغييرات ودوري ب بثلاث تغييرات، غريبه جدا. رابطه المحترفين تطالب الانديه بمنسق اعلامي لكل فريق في الموسم الجديد. والله بجد يا جماعه رابطه الانديه بتعمل حاجات جيده تساعد الجميع في ان الموضوع او كره القدم تنتشر وتوصل في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه. ليه؟ المنسق ده انت لما تعوز اي حاجه، اي اعلامي بيعوز اي حاجه او اي قناه بتعوز اي حاجه، هتكلم المنسق ده تقول له اديني واحد اتنين تلاته، اذا كان يقدر يتكلم فبيقول والله عندي واحد اتنين وتلاته. لكن الاول كنت بتكلم ده يقول لك معلش مش معايا، مع التاني تكلم التاني يقول لك معلش مع الاولاني، وهكذا. فالحقيقه في قرارات جيده بيتم اتخاذها في رابطه الانديه المحترفه، وكلنا هنبقى في ظهرها وكلنا هنقف معاها طالما هي قرارات جيده، ولكن يجب ان يكون هناك تنفيذ جيد لهذه القرارات. عدم سداد الانديه الغرامات خلال شهر يعرضها لنقل مباراتها خارج ملعبها. رابطة الأندية حددت في لائحتها الخاصة بالموسم الجديد 2021 نقل مباريات أي فريق ممتنع عن سداد الغرامات الموقعة عليه بعد مرور شهر. يا مسهل يا رب، أنا بحب أقرأ الأخبار دي جدا. سويلم إمكانية زيادة أعداد الجماهير إلى 10,000 بعد انطلاق الدور الأول للدوري. لواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية قال إن هو سيسمح بدخول 2000 مشجع من الجماهير مع انطلاق الموسم الجديد بواقع 1000 لكل نادي. أما عن آلية دخول الجماهير فهي بالتنسيق مع الأمن وستكون متشابهة لتواجد الجماهير ببطولة أمم أفريقيا. أضاف أن أعداد الجماهير ستزيد تدريجيا خلال الفترات القادمة. أستاذ عامر حسين قال الأدوار النهائية للبطولات الأفريقية لن تشهد إقامة مباريات محلية. شابو، هو ده الكلام، هو ده اللي خايف على بلده واللي خايف على الفرق اللي بتلعب المباريات النهائيه في بلده، مش ان انا اجيبه العبه واقول له لا لازم غصب عنك تلعب قبلها بثلاث ايام ونقعد بقى نخش في خناقاته وفي كلامه. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. لكن الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم الكلام الجيد دايما هنقول عليه ان هو كلام جيد. رابطه الانديه ايضا يحق للاعب المعار المشاركة ضد ناديه الأصلي، وده ما كانش بيحصل الأول. محمد صلاح يغادر مطار القاهرة متجها إلى لندن، عنده مباريات طبعا ومواجهات نارية بعد نهاية التوقف الدولي خلال منافسات شهر أكتوبر في الموسم الجاري. طبعا هيلعب مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة. كمان هيصطدم بأتلتيكو مدريد يوم 19 أكتوبر في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. حسين الشحات عن تبادل قميصه مع نجم السلة، نتبادل الحب ويجمعنا تيشيرت النادي الأهلي. كلام محترم الحقيقة من حسين الشحات. وكاف يشيد بعمر مرموش، هدف وتمريرة حاسمة، بداية مميزة مع منتخب مصر. بالفعل هي بداية جيدة جدا وبداية رائعة، نتمنى الاستمرارية الحقيقة لعمر مرموش خلال الأيام القادمة، لأن المنتخب الحقيقة في احتياج لعمر مرموش وغير عمر مرموش خلال الأيام الفترة القادمة. معسكرات الحكام مستمرة حتى 30 أكتوبر وفوج للواعدين. تمام. رئيس لجنة الحكام بيقول نعمل على الاستعانة بالعنصر النسائي لإدارة مباريات الدوري. تفكير رائع وتفكير جيد، بس نخلي الحكام اللي موجودين الأول يعملوا اللي عليهم وبعد كده ممكن نستعين بالعنصر النسائي في إدارة مباريات الدوري العام المصري. عموما دي كانت أخبارنا النهاردة في البيت الكبير. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أربعة من نقادنا الرياضيين الكبار، الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري والأستاذ سامي عبد الفتاح والأستاذ عصام الشلتوت في ضيافة البيت الكبير بعد هذا الفصل. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيوفي الدائمين الحقيقة في هذه الفقرة.
ناقدنا واستاذنا الحقيقه الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. ايضا استاذنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ منور الدنيا وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا استاذ محمود، ربنا يخليك. استاذ سامي عبد الفتاح ناقدنا الرياضي الكبير، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا استاذ اسلام. كله تمام؟ الحمد لله. حلو يا استاذ اسلام. جديده جديده اصل اربعه اساتذه يعني. لا بس استاذ لا مش استاذ خالص. كابتن ممكن لكن طيب انا في حل. هو ده التغيير كابتن استاذ. هو ده التغيير. خش على الاستاذ النجم بتاعك. خش على الاستاذ نجم الاصفر والازرق. جميل. هو قال ده كوكبه من النجوم. النضاره النضاره ايه موجوده والله؟ والله اصل حضرتك الوحيد اللي مش لابس نضاره. استاذ سامي قال لنا ان انت الوحيد. انا لازم يبقى في اي حاجه كده. لازم في حاجه مختلفه. منور يا استاذنا. تسلم يا كابتن. انت منور طبعا. والاساتذه الاستاذ محمود الاستاذ جمال الاستاذ سامي. حبيبي يا استاذ ربنا يخليك. الاول ابدا بالاستاذ جمال. ورابطه الانديه الحقيقه عامله شغل كويس حتى هذه اللحظه. رابطه الانديه عامله شغل كويس. هناك بعض الامور اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن بشكل عام بدايه جيده، قرعه جيده، قرارات تم اتخاذها جيده لو تم تطبيقها، وبالتالي شكل جيد لبدايه الدوري العام. هو زي ما حضرتك قلت حتى هذه اللحظه كل الشكل والاجراءات كلها ماشية زي ما الناس بتتمنى. يعني شكل إجراء القرعة، وجود كوكبة من النجوم هم اللي بيشاركوا في الحكاية دي، موضوع قرار عودة الجمهور ده أعظم حاجة. ده أهم حاجة. بس إحنا بنتمنى إنه برضو ألف وألف قليلين. هو ألف تدريجيا النهاردة. هي مع الوقت. مع مرور الوقت والجماهير اللي هتحضر هيبقى عليها دور مهم قوي قوي، ان هي هتشجع على زياده عدد الجماهير اللي هتحضر. مظبوط. بالسلوكيات وبالتصرفات بتاعتها. بالنسبه للقرعه طبعا انا دايما مع انه مباراه الاهلي والزمالك تبقى في ميعادها، يعني مش موجهه. أوكي. فهي اتعملت بالفعل هتكون تطلع اول مباراه تطلع اخر مباراه لما تطلع هتكون الاسبوع الثالث او الجوله الثالثه. طبعا المواجهه الاولى للنادي الاهلي مواجهه انا شايف ان هي يعني مواجهه قويه جدا وصعبه. لكن اجمالا الدوري السنه دي شكله هيبقى مختلف والانديه اللي طالعه هتشعل المنافسه. وبالتالي من اول يوم يجب على النادي الاهلي ان هو كل مباراه كؤوس من البدايه كده، لان برضو اعلن حاجه فيها شيء من الخطوره شويه، ان ممكن لو الوقت زنق الدوري يتوقف عند الاسبوع 17 اللي هيبقى اعلى هو اللي هياخد الجداره. اللي هي الجداره. انه هيتاخد. طبعا دي مساله محتاجة نوع من التركيز الشديد، لأنك لا تضمن أي مفاجآت. ممكن فجأة كده يقول لك الدوري خلص، فيبقى الأول ده ازاي يعني؟ أيوه هم قالوا كده. أيوه هم قالوا أعلنوا ده فعلا يا فندم. اللي يقول تمام. بس هي عملية طبعا صعبة يعني. لا هي صعبة جدا يعني. ده قانون يا ريس يعني ولا إيه؟ لا ده أعلنوا هذا الكلام يا ولا دي لائحة يعني رسمية هتبقى في الدوري. قالوا إن هي لا يعني ضمن شروط المسابقه. من ضمن شروط المسابقه اذا توقف الدوري ولم يسجل. لا 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 مش عجبني خلاص الدوري مش هيكمل. طب ما هو قايل يا ريس في ترتيبته قال لك كابتن عامر حسين قال ان الدوري فيه 200 يوم. لسه كنت هسالك السؤال ده. اذا انا عايز بس اكملها. عايز اكملها. هتهلنا هتهلنا 200 يوم هي موجوده يعني. بس ايه انا اشوفها لك يعني ده ريحه المسابقات يعني. شروط المسابقه. شروط المسابقه 200 يوم واربعة. عارف انت كان هما محتارين. يتبقى 161 يوم. بص للدوري. هو كان الخلاف على ايه؟ على شكل الدوري. هتلعب دوري بشكله التقليدي اللي هو ده، او اللي هو من دورين يعني. ايوه. او تلعب دور من دور واحد والثمانيه اللي فوق يلعبوا الثمانيه والكلام ده، او تلعب دوري مجموعتين. فقالوا لا هتلعبوا الدوري بشكله العادي، بس اضافوا اعتقد شرط. ده حسب الكلام اللي اعلن وبرضه نتناقش فيها طبعا. لا حصل اعلان. بس انا مش موافق على ده يعني. انا مش موافق عليه. ايه ليه؟
انت اعلنت شروط للمسابقه. هو دلوقتي راس مش لا مش رمى الكوره في ملعب الانديه وقال يا جماعه احنا حاولنا نعمل لكم حاجه انتوا رفضتوا. احنا ما سمعناش راي الانديه كانوا موافقوا ولا ما وافقوش. يعني هو بيقول بيتكلم بلسان الانديه انه كان الطرح اللي احنا اتكلمنا فيه واللي انتوا حضرتك عليه دلوقتي ماشي. وعلى فكره كان ده الافضل للكره المصريه في الفتره دي. ليه بقى؟ اللي هو ان دوري دور واحد النموذج البلجيكي 8 النموذج البلجيكي 8 و6 باين تحت كده وتخلص كده هتوفر ايه؟ تمام هتوفر ليه بقى حضرتك؟ توفر 7 اسابيع ده لصالح مين؟ عندك هدف رقم 1 هدف اسمى من كل الهيصه الوصول لكاس العالم بطوله امم افريقيا البحث عن عوده سمعه المنتخب المصري. هو حضرتك سمعت انت سمعت زي ما انا سمعت او حضراتكم سمعتوا زي ما انا سمعت برضو ان كارلوس كيروش دي تسريبات لم غير رسميه يعني أن كارلوس كيروش يطلب في نوفمبر اسبوعين معسكر يعمل معسكر وده ما كانش محطوط في الخطه خلي بال حضرتك لا ده طلب جديد هيبقى طلب مباراه استعداد الانجولا والجابون يا فندم انا عارف ماتشين الانجولا والجابون طلب معسكر طلب معسكر مباراه وديه يعني النهارده معسكر بعد الجوله الثالثه في معسكر يعني فين هو امتى 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 الجوله الثالثه دي هتخلص يوم كام لا الايام دي بتاع ربنا بقى ما لسه الجدول لم يقع عشان كده ما دي يعني اشكاليه انت عندك مباراتين بتوع انجولا والجابون في 11 انت هتلعب امتى معسكر المنتخب وتلعب مباراه وديه وعندك دوري ابطال افريقيا بدا والكونفدراليه بدات لا اعتقد مباراه وديه في مع بدايه الدوري مش منطقيه مش يعني شايف الكلام ده الجدل ده كله مش يؤكد ان انا بقول لحضرتك انه حتى هذه اللحظه يعني انت ما غلطتش انت قلت الجملة في مكانها حتى هذه اللحظة كل الترتيبات جيدة جدا ماشية جيدة شكل جدا شكل العام حلو ماشي انا الى متى الكلام حلو قوي ماشي ارجع كده ورا سنة كده ارجع لي ونبي كده لصراحة ارجع هات لي المشهد وهات لي الاستاذ عمرو الجنايم لما بدأ الموسم عليه 5000 مشجع لكل نادي في المباراة وتنظيم مش عارف مين وهنعمل الفان اي دي وهنعمل مش عارف مين يا رجاله وهنعمل موسم بيكسر الدنيا صح ولا لا ولا للتأجيل ولا للتأجيل ولا مش هنعمل ومفيش حاجة وجينا عشان ماتش الأهلي والزمالك الدنيا اتقلبت وولعت وزي ما انت شفت الكلام جميل وزي الفل وعلى راسي من فوق واحب قوي كل شوية تصريحات حلو واقعد انفخ في ناس ها واديها دور بطولي وفتش وراها ما لقاش حاجة لا يا جماعة التقييم المره دي هيبقى على الارض بالظبط دلوقتي اقول لك اوروبا واسبانيا اعلنت رسميا يوم 17 اكتوبر المدرجات كامله تعالى تقول انت 1000 معلش هم كده كده لازم يدخلوا من خلال الدفترين دول اللي بيروحوا بيدخلوهم الانديه معارفهم كل واحد معاه دفتره اسمك يا جبت الرقم بطاقه اتفضل يا فندم هو في معايير كتير قوي في موضوع الحضور الجماهيري ده احنا لازم نعترف بيها يعني ما انا بكلمك معايير الصحه والامن ويعني يا فندم كل ده على عيني الصحه والامن دول سهلين يا فندم بس انت اديني خاطب الاجهزه وقلناها هنا على فكره الاستاذ عمرو الجنين الاستاذ عمرو الجنين قال السنه اللي فاتت 5000 لما بدا الدوري قال كلام طبق الاصل من مسابقه وما فيش تغيير وما فيش مش عارف لائحه يا جماعه يا جماعه تعبنا من الكلام تعرف بعد حضرتك الكلام اللي قاله الاستاذ محمود ايوه كابتن عامر حسين قال 204 يوم ايوه بالظبط 204 يوم توقفات حلو الكلام يعني ده هنا هنا ايه عكس كل ده حضرتك يا كابتن 204 يوم كابتن احنا مع حضرتك قلنا ايه هنا ايه لو تفتكر من حوالي اسبوعين ده قلنا لابد ان هنا يكون في اليد القويه من اتحاد الكوره وراح اتحاد الكوره جاب الرابطه لا تعالى بس خليك معايا شويه هنا حتى طلع احمد مجاهد قال لك ايه لا ليس من حق الرابطه ان تتحدث في شكل مسابقه الدوري ده شيء مسابقه شكلها ثابت ما حدش ده لعب فيه أنا بس انت يا عم المهندس احمد مجاهد مع كامل احترام ليه بصيت بعينيك وشفت مشاكلنا ومنهكين وتعبانين ولا شايفنا يعني جاهزين في قمه اللياقه والضغط احنا مستحملين احنا تعبانين ليه ما فرضتش قوتك وسلطتك كمسؤول عن اللعبه ومنظم اساسي ستوب يا جماعه معلش موجوده في رابطه بقى محمود ما فيش يا ريس لا في رابطه بس ثواني يا فندم ما ثواني يا فندم هي الرابطه جايه من فين الناس تسمع انا بتكلم ما فرضتش انت ايه قلت للرابطه مش من حقك تغير الشكل خلاص هات الرابطه عامله كده واقفه كده سنه فكرت لا 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 استاذنك طيب مداخله ما قالش عدم تغيير الشكل ده ان هم ما يقدروش يغيروا شكل المسابقات يعني ما يقولوش ان الدوري ده يبقى ليه مسمى اخر او يخترعوا مسابقه عشان كده هم ما ردوش عليه لكن هم بيتصرفوا باعتبارهم
ووكلاء عن الانديه اللي طلبت شكل الدوري يعني زي ما هو وافقت على الشكل ده يا رئيس. طبعا ده بالاتفاق اللي هو الكلام ده طبعا طبعا الانديه يعني عشان بس نسمع بعض نسمع بعض. انا شايف ان كان لازم فعلا ناخد وقت شويه اكثر شويه في مناقشه موضوع شكل المسابقه الموضوع يعني كان شكل المسابقه كدور واحد انقاذ لمواسم جايه يعني يا رئيس انقاذ ده الكلام اللي احنا طرحنا فيه بس اللي حصل يعني قالوا ان في طرح وبعد يومين 48 ساعه او 72 ساعه قالوا الانديه قالت انظرين رفضت فرفضت وده حقيقي كان لازم يبقى في مناقشه موضوعيه اكثر من كده ونوصل للشكل يعني 204 يوم المطلوب ده عكس الكلام عملت ايه بقى يعني هو الاستاذ يعني الكل قال ايه يا استاذ سامي قال لك مفيش تاجيلات ومفيش كذا ومفيش كذا فصعب جدا بعدها على طول طلع التصريح انا جاي كان قدامي ان الاستاذ عامر حسين بيقول ان رابطه الانديه المحترفه المشرفه على قال ان في 204 يوم توقف في الدوري الجديد دوري 204 حاجات طبعا يعني يعني مناسبات ما تقدرش لا ما تقدرش في حاجه بالظبط كاس افريقيا افريقيا كاس العرب يعني استكمال بطولات الانديه يا ريس وبطوله بطولات الانديه مشوار افريقيا مشوار افريقيا الاربع انديه في نفس الوقت وكاس الانديه العربيه مكمل ولا اتلغى؟ مكمل لا كاس الانديه العربيه شغال في ان شاء الله الاتحاد غالبا اتحاد سكندري اعتقد وسموحه ربما يمكن سموحه لا سموحه لسه لم يحسم يعني لم يحسم فطبعا الجدول مزدحم جدا مزدحم جدا هو ده اللي قلناه يا استاذ سامي اللي هو كان من الاساس حضرتك انا معاك انا معاك في الكلام ده وجهه نظري مع كامل احترامي انه كان رابطه الانديه مع اتحاد الكوره تبقى يد قويه تضغط على الانديه احنا عندنا موسم استثنائي لازم اعديه بدون ضغط عشان انقذ ايه وبدون ضغط انقذ الهدف بتاعي الهدف بتاعي هو كاس العالم موضوع كاس العالم مش التصفيات اللي احنا بنلعبها ده يا جماعه ده الماتش بتاع شهر 3 اللي هي مباراتين ذهاب واياب سواء ربنا يستر انت ايه تقع مع مين ما تعرفش بقى حساباتك حسب التصنيف لكن هو الهدف انه كنت انا اتمنى انك انت تكسر الجمود ده وتطلعنا بقى بره عشان نبدا موسم مختلف السنه الجايه اقول خلاص خدتوا نفسكم ريحنا بقى يلا خلاص انتهى لكن انت في الاطار ده اعتقد ايوه بس هو هنا معلش يا استاذ محمود وحضراتكم يا ريت تتدخلوا معايا في هذا الامر الانديه ما وافقتش اول حاجه ما يقدرش يعمل حاجه هو اول حاجه هتقال لحضرتك ايه؟ هو الانديه ما وافقتش او معظم الانديه انا ما اعرفش مين كان كابتن اسلام ثلاث اقتراحات اللي احنا قلنا عليه الانديه ما وافقتش غير على الشكل ده الانديه وافقت على الشكل ده الشكل ده على فكره مش الاهلي والزمالك والانديه بس الانديه الصاعده او اللي عندها مشاكل انا بتكلم على الاهلي تقول لك انا العب بالشكل التقليدي استاذ جمال هو اقتراحين اما الدوري بشكله البلجيكي والسويسري او دوري المجموعتين او ماشي. الدوري المتعارف عليه من دورين أيوة. الانديه طلبت ابو دورين لان الانديه ليها شركاء رعاه اي تغيير يا جماعه في الدوري كان هيتبعه اجتماعات ما تهمش بقى الجمهور في حاجه بينهم وبين الرعاه خفض لي نزل لي وهو كده كده يا دوبك ساتر نفسه ماشي. بالاجزاء اللي ماشي فيها فهو اختاره ما افهمه يعني يتحمل محدش بقى يا مع يا استاذ عصام محدش بعد كده يتكلم عن ارهاق ولا اجهاد انا جاي لحضرتك بقى اهو انا جاي لحضرتك هو على فكره الاستاذ عامر حسين برضو بيتكلم في النقطه دي بشكل جيد على فكره قال لك انا هلعب بالماتشات كل 3 ايام والانديه وافقت على هذا الكلام ايوه ده اول حاجه تاني حاجه ان لو انديه من الانديه اللي بتلعب في افريقيا وصلت للمباريات النهائيه مش هيبقى في مباريات محليه اثناء ما بين المباراه والمباراه هو قال كده مش هنا ده معناه ان هو برضو يعني بينظر للبطوله الافريقيه بالمناسبه وهنا برضو لازم نروح للاصل مهمه جدا الاصل دور الرعاه ان انت تدي الرعاه المنتج بتاعهم ومن ناحيه تانية لاعبتنا وانديتنا تلاقي اشكال مثلى للتدريب اولا في الدنيا بحالها اكيد حكايه اللعب كل يوم دي ليها حل اكيد في الكتب زي ما الملاعب ليها احذيه اكيد اكيد مفيش يعني هذا الجوله تبقى هذا العلم على كم متوزع لا اقصد يعني في علم التدريب اكيد الاستفاض دي بقى لازم تتغير اداء اللاعب نفسه لازم ياخد راحات بقى في البيت ويجي النادي من الصبح بقى قاعد مريح وريكفري ما هو ده اللي هينقذ عشان كده لا يمكن لنادي انه يطلب يوم زياده البطولات بتاع الانديه فيها جوائز يعني يقدر بقى يشوف الرعاه يودوه بطياره يودوه بالقطر يودوه ماشي يرجع خلال الثلاث ايام ويلعب وبالتالي كل حد يتحمل مسؤولياته الانديه خدت بالشكل ده لانه ده الشكل الوحيد اللي يخليها لو توقفت المسابقه الرعاه ما يقدروش
ينزلوا بالفلوس يعني في التقليل، يقدر يقول له خلاص هو الموسم بتاعك كده وبالجدارة يديني حساب السنة كلها. ده اللي انا فهمته من قاعدة الاندية مع الرابطة، وانه ده الحاجة الوحيدة اللي الرعاة لن يرفضوها، ده اللي وداهم السكة دي. اوكي طيب، عموما هنشوف ايه اللي هيحصل خلال، لكن احنا دايما بنتكلم زي ما قلت لحضراتكم في البداية، دايما احنا دايما بنتكلم بالشكل اللي لو في مشكلة لو في مشكلة بنقول كذا 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 كذا، وحضراتكم قلتوا الكلام ده من مش النهاردة. لا، نتمنى الشكل الافضل. يعني احنا حتى لما بنقول ملاحظات، الملاحظات دي الهدف منها ايه؟ الشكل الافضل، ان انت تطلع افضل منتج، تطبيق الامور اللي رابطه الانديه. وعلى فكره بقى انا مش مع برضو ان انا كل المسابقات انا بعملها عشان بس اخدم على المنتخب. لا معلش، المنتخب له مسار، وكلنا يهمنا ان المنتخب يوصل ويشارك وياخد كاس العالم، مش يشارك في كاس العالم بس، لكن لازم يبقى عندك مسابقه برضو. المسابقه دي، ما هي المسابقه دي بتطلع لك المنتخب، هي اللي بتطلع لك المنتخب، وهي اللي بتعمل لك حاجه اسمها الكره المصريه اصلا. صح. فما ينفعش ان احنا ايه يا استاذ محمود نخلي مسار واحد كلنا بنعمل عشان نلعب ماتشات. صح يا استاذ محمود، انا وجهه نظره لا إن صح هو صح ان هو السنه دي بس عشان ايه الانديه تاخد نفس. احنا على طول دايما يبقى كلامنا على اساس ان احنا بنعمل المسابقات دي مش السنه دي على طول، ان احنا بنحط اللعيبه دي في المفرمه. طب ما انت شفت نتيجه العراق، طبعا اللعيبه طلعت عامله ازاي، مراهقه برضو مع المنتخب. يعني اقصد انت تاخد سؤال يا ريس، وتاخد سؤال تقول لي بقى دور الثمانيه في كاس مصر هتلعب امتى والسيمي فاينل؟ لا خلاص ده انسى، لا تقول لي حضرتك بس عشان غريبه إيه؟ جدا ممكن انا راجل ايه على قدي وعلى فكره. لا ازاي، ما انا عاوز افهم برضو، بس اللي انا عاوز اقوله لك ما تحاولش هتتعب. لا لا انا عاوز اقول لحضرتك، يعني انا ما بنقش الدوري بس نسيت تتكلم انت كاس مصر. ما انا بسالك، ما هي بطوله لسه ما خلصتش، ما انا بتكلم على كده يعني. خلينا خلي الانديه، واضح ان هيحصل تضحيات في حاجات معينه. وليه بتفكروا؟ مش مختلف معاه، بس انا بكلمك بقول لك ايه، ماشي الكلام ده على عيني وعلى راسي. هل تقدر انت تيجي تقول للانديه مثلا والله يا جماعه معلش احنا قررنا المفروض من دلوقتي قررنا مثلا والله مسابقه الكاس نكملها بدون اللعيبه الدوليه؟ اقول لك لا اسف. ممكن اسالك سؤال؟ اللي بدانا عليها ننتهي عليه. ممكن اسالك سؤال برضه يا استاذ محمود؟ طيب مسابقه 99 حصل فيها ايه؟ ولا لا بالسلامة. ما هو لا، ما تتدفع الموضوع الدفع. انا بكلمك على مسابقه 99 حصل فيها ايه؟ النادي الاهلي يبحث عن حقوقه طبعا فيها لغايه الاخر وهيفضل لغايه الاخر. انا اعتقد ان الاهلي هو اللي الاهلي هو اللي هيجيب اخر القصه دي، الاهلي هو اللي هيجيب اخر القصه دي، لان ما نعلمه من اداره النادي الاهلي انها راح وراء طبقا للقواعد انها هتروح الاول هنا داخليا. ايوه فين يعني بمناسبه يعني كاس مصر يعني. مش عايزين يردوا هم، مش عايزين يردوا، محدش بيرد يقول لك حاجه. مركز التحكيم ثم هيذهب بها للفيفا. الفيفا اعتقد بنسبه 70% مهيئ انه يسمع كلام عن اللي بيديره دلوقتي، مش الرابطه، عن اللي بيديره كلجنه، لان اللي راح له كتير قوي من شكاوى وحاجات هي تحت المجر حقيقه يعني. عموما هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل اول ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اساتذتنا هنتكلم او هنكمل كلامنا في نفس الاطار اللي احنا بنتكلم فيه. انا عندي مثلا الماده رقم 98 من اللائحه الجديده بتقول إذا ثبت اعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من نهاية المباراة بوقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجتها بقرار إدارة المسابقات وتعاد. إيه رأي حضراتكم في اللائحة؟ نعم؟ إيه؟ اللائحة اللي اتبعتت لكل الأندية. يعني شؤون الحكام من الرابطة. من الرابطة؟ يعني اللائحة الجديدة بتاعت المسابقات؟ التنسيق الرابطة باتساع بتاعت لائحة المسابقة يعني. أيوه. إيه رأي حضراتكم بقى؟ يعني بس في يعني الجملة لا يمكن تتحقق. ما فيش حكم هيطلع ابدا. اولا الماده دي في القانون، انا بقول لحضرتك دي موجوده، اسمعوا لي ده الحكم اللي هيطلع يقول كده. الماده دي في قانون التحكيم حسب معلوماتي يعني المتواضعه في الفيفا. هاتوا يا جماعه، ما بتقولش كده اذا اعترف حكم. مفيش بقى 48 ساعه طبعا على الكلام ده. اذا كتب امتلك الجراه والشجاعه ان يكتب في تقريره انه وقع في خطا عدى للتغيير، ده الحالة الوحيدة اللي يتم فيها الوحيدة الغاء او اعادة المباراة من غير بقى ثبتة. ثبتة دي يعني ايه؟ اذا كان هو يعترف ايه اللي جاب ثبتة؟ ده اللي انا بقوله. هو اذا اعترف الاثنين يا استاذ محمود، يا استاذ جمال، يا استاذ سامي، يا كابتن، متعارضين. اعترف ولا اثبت؟ اعترف يبقى مش محتاج حد يثبت. على فكرة انا تبع اعترافه
ثبت باعتراف الاعتراف سيد الادله. يا سيدي ما هو سيد الادله. الاعتراف سيد الادله. يعني مش عايز تفسير ليه؟ مش عايز تثبت حاجه. يعني هو الحكم يعترف ان هو اخطا. انا مش هقول البند اللي بيقول كده. ليه خلال في فار شغال يعني 90 دقيقه بيثبت لي اللعبه دي فيها خطا ولا ما فيهاش خطا ولا مستحق ولا يعني بيصحح. على فكره بيصحح الصفاره سسام الخطا بتاع الفيفا على تغييب ماده في القانون مش لعبه بلين ولا لا. ايوه لا ماده في القانون يعني صعبه جدا يعني ازاي دي ازاي يعني اذا تعرف ان الرايه ماده في القانون طبعا. الرايه بتاعت الكورنر دي لو مش موجوده تبقى الحكم ما يلعبش طبعا مثلا يعني طبعا دي شروط يعني لا اتصور ان في حكم بيدين نفسه ويعلق نفسه المشكله. ده حصلت يعني. على فترات على فكره منها مثلا زي لعيبه بتعترف انها مش جون وكذا لكن في حكم سلوك شخصي ما هو في حكام برضو لو قلبنا شويه. انت تقول لي ان انا اخد قرار في مباراه انا غيرت قرارها يا جماعه انا غلطت فمعلش انا ما حسبتش مع على افتراض ان هي حصلت اعتقد فيه على افتراض ان هي حصلت على مدار التاريخ يعني على مدار التاريخ ايه كم مره في كم مرات قليله لا وهتبقى بقى ايه شماعه لدى جميع الفرق على فكره جميع النقاط وجميع باب يعني صعب جدا الموسم اللي فات مش ناس كتير قاعده تتكلم. طب لو هو مباراه نتيجه الحكم لما كتبش نفتقد له ان انا يا جماعه والله بعد ما طلعت من الماتش اكتشفت انه في 2 بلن وانا ما خدتش بالي. طب شوفوا الاهم الماده 99 انت هنا بتحول شخصيه الحكم لايه؟ هو مين قائد الملعب اليس الحكم ولا الفار؟ الحكم طبعا. يعني ممكن الفار يقول لك ايه قرار وانت تقول له لا تعمل نفسك مش سامعه. القانون يعطيك قوه كل شخصيه الحكم. الحكم بتظهر فيها رئيس في اتخاذ مثل هذه القرارات وامتى ياخدها. هي اللائحه دي متغيره ما انا بقولها لا يا فندم دي اول مره يتم. اول مره بيقول لك انها اول مره. طب ممكن اقول حاجه بس البند ده محطوط في لائحه الفيفا من سنين كتير بالظبط كده في شؤون الحكام من زمان جدا لكن دلوقتي لاول مره بيتم عندنا في لائحه برضه لا بنرصد في تاريخنا كنقاد رياضيين ان في حكم طلع اعترف يعني بشكل صريح كده انه اخطا يعني بشكل يعني الخطا وارد الخطا وارد على عمر الحكم يعني بعد اذنك وعمر حكم المباراه ما يطلع يعترف اولا لان الاعتراف ده يا كابتن اسلام الا اذا ثبت عليه الاعتراف ده هيبقى قرينه ضده كمان ده هو لو طب معناها ايه يا فندم انا محتاج افهم بس لا ما هو ما اعرفش ايه يعني هو اصلا من غير ما يبقى عندك في اللائحه بتاعتك ده زي ما حضرتك قلت والناس كلها عارفه فلسفتها ده موجود في الاتحاد فلسفتها في الفيفا انها رد لحقوق وان القاضي هذا القاضي العادل بيقر بشيء ما لم يطبق فيه القانون وبالتالي ما يتعدمش الراجل اي دي فلسفتها ماشي ماشي لكن مش بالمنطوق ده انا اسف اي قرار او اي حاجه بتتعمل بتبقى انت متوقع هل قابله للتنفيذ ولا مش قابله للتنفيذ بالظبط كده هل حضرتك ده اللي انا بقوله الاليه هل حضرتك آلية التطبيق طب انا عايز اقولها طرح كده على الناس نعمل فوت استفتاء فوت هل نشوف كام واحد هيقول ان ممكن يطلع حكم يعترف بانه غلط استحاله لا كام واحد هنا احنا انت بتجيبها انا ولا واحد ولا واحد, ولا واحد. لا انت بتجيبها بمنظومه العداله معصوبه العينين وانك حكم يعني قاضي ولا يعني. بتجيبها بالمثاليه ما المفروض ان اللوائح والقوانين والدساتير توضع للاقتراب على الاقل من المثاليه طيب ده قاضي الملاعب اخطر خلي بالك طبعا لانه قراره في جزء من الثانيه ما بيرجعش فيه تمام صعب جدا تمام طب هل من عشان كده عملوا الفار يا استاذ هل من المنطق انك انت تجيب قاضي من القضاه وتطلعه في برنامج وتتكلم على اللعيبه لا القاضي طبعا عنده القاضي اصلا عنده نقد وعنده ابرام وعلاقته بفلان وبقيمنا في الاول هل ينفع؟ طب بكره ده لما ينزل الملعب بمنطق يعني هيقابل فلان ويقول له معلش اعمل لك ايه انت اللي عملت كده اصلا ما بيضربش في الملعب الناس كلها ظلمه لا 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 مش هعمل معاه حاجه بتكلم على حاجه حصلت انا بتكلم برضو ده يجننك يا استاذ اسامه طيب انت رايح في سكه مين الراجل بيجيب لك ماده من الفيفا موجوده اصلا قديمه مش النهارده احنا جايبينها النهارده هتقنعني انك انت ممكن تخلي حكم بتليفون بعد الماتش يا ابني الماتش هي دي النقطه الغي يا ابني هي دي النقطه دي النقطه فيه ها دي النقطه طب انا عايز يا ابني انت عملت مصيبه فيه هنقدر نوصل بص بقى عشان كده قلت لكم الاخطر هي الماده 99 اللي هي ايه يا استاذ عصام اللي هي محطوط فيها انه التحكيم شان خاص لمين
لاتحاد الكره مش عارف ايه. الحكام مسؤول عنها لجنه الحكام الرئيسيه ولجان الحكام بالافرع. ايوه جديد بقى. انزل اكس بقى عليها كده لان ده هراء هذه اللجنه يجب ان تكون مع رابطه الانديه المحترفه بس هي التي تعين هذه اترفضت القضاء اترفضت طبعا عشان انت يا ابني انت واللي انت قلته والفار معصوب العينين وبالتالي ايه كم شكوك اللي بتحيطوا بيه الصناعه ده غريبه جدا حاجه غريبه جدا يعني ده بقى ده مش موجود هو موجود في الفيفا من عشرات السنين دلوقتي حضرتك بتستحضر البند ده وبتحطه بدون اي بتشور عليه ليه وبتحط بتشور عليه انا قلت ايه النهارده قبل ما ابدا مع حضراتكم قلت يا جماعه احنا مش الدوري هيبدا يوم 25 يوم 25 بالليل بالليل هتلاقي مشاكل هتلاقي النادي بتاع الاستاذ محمود طلع يقول لك لا ما هو الحكم بتاع واللي كان الاستاذ النادي بتاع الاستاذ محمود بيلعب ضد النادي بتاع الاستاذ عصام لا ده الحكم ده اصله بيحب الاستاذ عصام اكتر مني طب انا هطرح سؤال فطلع قال او ما طلعش قال هطرح سؤال يا كابتن اسلام في الموضوع ده عشان في تكمله للموضوع اتفضل لا هطرح سؤال وشكوري فيه اتفضل هل احنا عندنا الثقافه اللي تسهل لنا التعامل مع البند ده يعني معنى ان يعني لو حكم اعترف هل هنتقبل منه ذلك ولا أو لازم نمارس عليه ضغط بشكل او باخر ده شرط تعجيزي شرط يعني عشان انا ما فهمتوش بصراحه عشان كده ما قدرت يعني ممكن بص تاني يوم يا راجل خلي عندك دم اعترف ان في اخطات في كذا وكذا كذا ولا ندي اعتبار للفار ولا ندي اقول لحضرتك حاجه انا ياما وكلنا مرينا بالتجربه كان في حكام كبار اصدقائنا وهو قاعد معايا ممكن يعترف زي ما هو عايز بالظبط انما اي طب نقول لك تحصل تسالت على واقع عين يقول لك اه فعلا لما يجي خطا وارد ايوه بس خطا وارد مش خطا ورقه يقول ان ما تعرف لا هو حتى ما هو معلش برضه بمناسبه الورقه هو هنا ما قالش هيقدم او هيقول او الاعتراف هيتم الاليه بتاعت يعني انا دلوقتي ممكن اطلع اكتب على الفيسبوك مثلا انا حكم اسلام مش حكم هطلع اقول والله يا جماعه انا اخطات في مباراه محمود وعصام اخطات فيه تمام فلا من حق عصام ان هو يجيب الجون والجون ده ما كانش خطا ماشي خلاص ماشي هقول كده على الفيسبوك ولا هقول كده في التليفون لرئيس الاتحاد ولا هقول كده في التليفون لرئيس ال هو قال لك اذا اعترف بس هو اذا اعترف فين باي شكل بقى فين الاليه اللي بيعترف يعترف للجنه حكامه فتنقل للجنه المسابقات اللي عندها النتائج مفروض كده طب لو حكم اعترف هتبقى عقوبته ايه لا مفيش بقى البند العقوبه اولا ما اعرفش لكن الحقيقه ان دي بتنجيه اساسا من العقوبه والدليل على اللي انت قلته يا كابتن اسلام انت بتشاور عليها ليه انت مطلع ليه انها في الاعراف ووضع الدستور لا تظهر ولا احد يتحدث عنها محدش بيتكلم فيها اساسا حجم الخطا يكون اعتراف بيه يعني ايه الخطا اللي ارتكبه المباراه انا اقول عليك دي اليه ثانيه ايه بقى يعني ايه الحدوته اللي حصلت هتخليه يعترف بيها انا مثلا هقول لحضرتك اداله الحكم يعني ادانه الفار كمان خلي بالك ما هي ما بس أيوة الحاج يعني بص لازم بص غالبا يعني انت كنت فين يا فار غالبا الكابتن حسام مره الله يرحمه شرح لنا دي فراجل جميل عند العقل صديق انا وعم جمال وراجل حكم مشهود له بالاحترام يعني معتزل طبعا مش موجود قال ان الحاجات دي بتتعمل لربما بتنقل ايه بقى مش نتيجه ماتش نهائي كاس عالم حاجه كده حدث ملوش حل الفيفا قال ايه بقى الفيفا قال ايه لو سمحتوا يا شباب حطوا لنا البند اللي مكتوب في الاصلي بقى الاصلي في الفيفا مكتوب ايه اذا اخطا الحكم خطا جسيم في اضيق الحدود ده محدد واليه هي يعمل ايه اخطا خطا جسيم تعاد المباراه في اضيق الحدود تعاد المباراه خطا جسيم وتعاد المباراه وفي اضيق الحدود وفي اضيق مين بيحدد الخطا يعني لا اولها الحكام بقى في مش الحكم لا مش الحكم لا اولها اعترافه مع احترامي للجميع اولها اعتراف يعني هنا هنا انت بتفتح مجال بقى مع كم احترامي ليك تيجي تقول لي انت هنا فين لا في الفيفا في الفيفا ما بيفتحوش مجال هنا بيفتحوا مجال ايه انواع الخطا الجسيم ما دلوقتي انا عاوز اعرف دلوقتي بتقول لي انت لو شربت كوبايه الميه دي هيحصل لك لا واحد لا. اتنين تلاته اربعه اقول لك حاجه تانية ماشي خلاص اتفضل اقول لك حاجه تانية انا دلوقتي بلعب اوت هي اوت لصالحك خلاص وهي في الاساس لصالح انا خلاص انا لعبت الاوت اتخطفت دخلت فيها جول
هعيد المباراه عشان الاوت. انا مش فاهم ايه اللي يعني حاجه مش طبيعيه والله. عارف الاخطر في الموضوع ايه يا عصام يا كابتن؟ انا كان نفسي يبقى في حاجه واضحه تقول لي يا جماعه ده احنا عاملين السنه الجايه اللي هيجيب سيره التحكيم هيبقى موقفه مثلا اخطر قضيه تقديس التحكيم. يعني عايز تحمل الحكم بقى عاوز يبقى عندك دوري قوي فتروح قايل ايه اي مسؤول بعيد عن يعني عضو مجلس اداره في نادي اداره الاعلام في نادي عملت اي حاجه ضد الحكم عقابها هيبقى 1 2 3 4 اي حد يطلع يتكلم في تصريح رسمي ضد الحكم يرهبه او يروعه او يخوفه هيبقى 1 2. لكن انت جاي تحكي لي في حاجه بتفتح باب ما فهمتهاش وزاويه ها ما فهمتهاش زاويه انت مش لازم تقول لي ما هو انواع الخطا الجسيم اللي انا حاسبك عليه. لا هناك هناك ولا هنا؟ لا انا بتكلم على هنا. لا هنا هنا, هنا ده فتح باب للغط اللي حاصل ده اهو في مائده صغيره. حضرتك ده خلي بال حضرتك لكن هنا اول برنامج لمزيد من المثاليه وبالتالي هذا الخطا الجسيم تعادل مباراه وانا بقول لحضرتك اللي هيبقى في اضيق الحدود ده الفيفا. الفيفا ما انا بتكلم على وضعها في الفيفا لانه هو يريد مسابقات فير عادله نظيفه تمام وبالتالي لن يسمح بانه تدان هذه النتائج وبالتالي وضع البند ده الذي لا يقرا ده بند كده معمول زي الخل الوفي. البند ده اتحط امتى اللي عمل هو الشرط هنا ولا في الفيفا؟ لا هنا لا هنا هل هل هو هنا. لا يعني هو في الفيفا لا احنا استندنا على الفيفا هل هو بند قديم جدا ولا قديم جدا هعرف لحضرتك لم يفعل قديم يا اسامه بالتالي لم يفعل قديم. لا انا عايز اضرب مثل هنا في ماتش الاهلي اللي خسر فيه يعني جيش خط المرمى لا فار قال ان دي كره جون ولا حكم قال ان دي جون. طب مين بقى المدان هنا؟ يعني مين يعني بالوضع التشريحي للاعب اللي بيشيل الكره من على خط المرمى هي جون هي جون 100% بالوضع التشريحي يعني. بص يعني فبالتالي دي نتيجه اثرت على مسار الدوري ونتيجته في الاخر. مين اللي مين المدان هنا؟ يعني الحكم بيقول ان انا اخطات ولا يقدر يقول ان انا اخطات. استاذ سامي ده بند خزعبلي اللي عمله والله العظيم ما له اي داعي اللي هو اللي بيجي يفسر الماء بعد جهد جيد بعناه الماء وضع طبيعي جدا يا معلمين يا بتوع الكوره انه القصه الحكم لو اعترف من غير ما اكتب ده لو اعترف الحكم خلاص خلاص هو ده بقى الفيفا. انما الحكم لن يعترف هو ده الفيفا اللي عايزه جمال. والقياس مع الفارق في ماتش مصر وزيمبابوي كتب الرجل ديريمبا انه في الدقيقه مش عارف كام و70 ولا لا نتاج دش من الاحجار وتعادل اضطريت ان اوقف واعتبر المباراه منتهيه لكني استكملت المباراه حرصا على الجماهير واللاعبين الله عليك يا اخي والموجودين وتعادت المباراه في مدينه لوين في فرنسا تمام الحكم ايوه هي دي بقى اللي الفيفا بيستند عليها مش ان انت تكتب لي بند اذا ما تراءى لنا وبعدين جه بعد 48 ساعه انت عايز تخش تلعب مع النتائج ولا ايه ما حصلتش يا الكلام ده في ماتش يورجم في الدوري الممتاز بيه السنه اللي فاتت لعبوا الالومنيوم عاوز افتكرك مع فرقه وتعادت المباراه فرقتين وكان نتيجتها انه الالومنيوم ما كملش يعني مكملش. كان المفروض يحسم أيوة المساله يحسم المساله حطيت له كده ايه زلطايه كده ما هو فاضل لك زلطه وتطلع بره كانت دي الزلطه اللي طلعت هي دي بمناسبه الدرجه الثانيه هو ليه الدرجه الثانيه التغييرات فيها ثلاثه وفي الدرجه الاولى مثلا حاجه برضه غريبه لا حاجه غريبه أيوة غريبه جدا على فكره يا كابتن عشان درجه ثانيه يعني ايه؟ يعني دي على فكره احنا لازم نخترع ونحط حاجات نبين ان احنا بنعمل حاجه. يعني انا قاعد فاضي مش لاقي حاجه، بص يا جماعه ايه الفرق؟ انا هجتهد في الرد على السؤال ده. عايز تعرف ليه؟ اجتهد في الرد على السؤال ده ان مسابقه الدرجه الثانيه اصلا اقل في عدد المباريات نمره واحد، نمره اثنين ما فيهاش ارتباطات منتخبات. فبالتالي يعني الجهد على الفرق أقل. ربما اقل ده كل اجتهاد ده كل مجموعه 18 فريق والله يعني هو اجتهاد مشكور بس انا اقول لحضرتك ضده برضه ممكن اقول لحضرتك يعني ليه بلد واحده حضرتك اقول لحضرتك ليه الف وب الف خمسه وتبه اقول لحضرتك ليه لانه اولا
اغلب الانديه اللي عقدت الجمعيه كانوا من الدرجه دي، مش من الممتاز اولا. الجمعيه اللي هي اللي قالت احنا عايزين كره بجد او بنص جد. ثانيا وده الاهم، وده الاهم من اولا، انه يفترض ان محدش يفتلهم، دول لازم يبقى ليهم رابطه. اما واننا بدانا في حكايه الروابط يبقى في رابطه للدرجه الاولى، ما فيش حاجه اسمها الف دي يعني امتى بقى نخلص منها، الدرجه الاولى والدرجه الثانيه يبقى ليهم رابطه انديه محترفه بلجنه مسابقاتهم محترفه. عشان كده خلي بالك من الاجتهاد مني انا بقى، عندي اجتهاد، عندي اجتهاد. يمكن مفيش كورونا في دوري الدرجه الثانيه؟ لا، او مفيش ورق يكملوا عليه كتابه اللوائح. لا والله انا هقول لك حاجه، عندي اجتهاد. اتحاد الكره او اللجنه الثلاثيه لقيت ان الرابطه هنا حطت خمسه، فقالت لك لا انا هحط هنا ثلاثه. او ما لهمش ضهر. خلي بالك حضرتك، اختلاف اصل حاجه، معلش هي حاجه غريبه جدا. غريبه لا غريبه، هنا خمسه وهنا ثلاثه، طب ليه؟ عقوبه. خلي بالك الدوري ده بره ده طول دوري، يعني في في الدوري الانجليزي انت عارف وليه جوايزه كام؟ 150 مليون جنيه السنين لبطل الدوري في كل العالم. يعني الفرق اللي بتصعد بتاخد رقم في انجلترا بس، في كل دوري وليه مشاهده وليه نسبه مشاهده. وانت قلت انك انت المفروض ايه تحطه. لما عملت لجنه رابطه الانديه دي كنت قلت يا جماعه اللي هنا اعملوا عشان انتوا مكملين للمساله دي والجزئيه. هنا انت بقى ايه خدت جزء وسبت جزء. مش ده كان متطبق الكلام؟ ايوه انت خدت جزء وقلت ايه متطبق على الاثنين. ما انا بكلمك خدت جزء وسبت جزء يا جماعه. ده حتى توقف الماء ممنوع عند الدرجه الثانيه. ما طبعا مفيش توقف، او حياه ربنا ايه يعني بيعذبوهم ولا ايه؟ لا عشان يبقوا يعملوا جمعيه. كمل كمل يا كابتن اسلام. يا كابتن اسلام انا وراك لما اخلي لك التغيير واحد بس. يلا كمل كمل. انت ايه اعمل ربط هنا وبعدين تيجي تقول لي خلاص يا جماعه القضايا الاهم من الانديه المنتظره تعالى بقى القضايا بس وخطورتها بقى وتقسيمه النسب والحدوته. لسه ده الموضوع ده انت هتعمله امتى؟ فاللي انا عايز اقوله لك ايه، انا عاوز مثلا رابطه الانديه عشان تبرهن لي على الكلام ده والكلام اللي بدا ده كله على راسي وسمعته السنه اللي فاتت. يتم تطبيقه. عاوز تطبيق، عاوزك تطلع لي لائحه وتقول لي اللائحه دي اللي تمشي عليها المسابقه السنه الجايه، ولائحه المسابقات بالعقوبات اذا ده كله لازم يبقى موجود عشان ما تقوليش اصل ما حدش شافها، اصل ما حدش طلع، اصل ما حدش راح، اصل ما حدش جه. انت تقول الاول هتحمي الحكام ازاي؟ مداخلات المسؤولين وتشويه التحكيم بصوره اخرى. التحكيم المصري ما راحش كاس العالم يا جماعه، يا جماعه امر في منطقه يا جماعه. الموضوع عدى عليكم ولا ولا امم افريقيا. انا كلمك ولا امم افريقيا. اسالك سؤال، الحكم الوحيد اللي كان موجود ابو الرجال عمر رفع، الراجل ابو الرجال راح مساعد بس، مساعد بس خلاص. انا اسالك سؤال، الكلام ده ما يخليكش انت كمسؤول تبقى قاعد واقف كده بتشوف العيب فين؟ في عيب، وعيب ايه؟ عيب خطير جدا استاذ محمود، انك انت لم تحكم التحكيم بتاعك لانه كل الاستادات يا استاذ صبر ده اللي بنى عليه حكايه التحكيم. لما قلنا عايزين حكام اجانب لاضافه للتحكيم المصري، مش عشان حكايه مين يجيب اجانب ولا لا، ده اللي بنى عليه ان حكامنا مطلوبون، حكامنا رايحين كاس العالم. تقال عليه كده. اه والله. والله اللي مطلوب يا كابتن، انت دلوقتي جيت عملت الرابطه، يا عم ادي الرابطه ولو سمحت يا رابطه اتفضلي كمان لجنه التحكيم طوري لنا التحكيم لو سمحت. قول لنا كده احنا بعد ما رحناش كاس العالم ودينا خدنا كرسي في الكلوب، اعمل لك هات لنا حد من بره يمسك اللجنه لو ما فيش حد وياخد كده ومعاه ناس ويقول لنا يطور لنا الحدين. ما طوروا التحكيم وحط لنا بند الغريب ده. انت عارف والراجل قاعد بيدير الحاله ده عارف السبب ايه، وده عارف وانا عارف كل اللي في الشارع واللي حوالينا عارفين انه ده مش هيحصل. ليه؟ لانه في مصر مش مصالح. لا ده مساله عدت المصالح. بص يا محمود، مش الحكايه ان احنا لازم نعضد بدل رابطه الانديه نعضدها ونقول لها حقوقها فين الحقيقه، لانه هي برضو مقابل فرحتها بدءا من ان يبقى عنده مقر خارجي، وده كلام مش صح مع احترامي يعني، لازم ياخد مكان في اتحاد الكره، هذا حقه. على ده المبنى القديم ده يصلح للروابط، وهيبقى في اتحاد جديد اللي عاملين يصرفوا عليه ده راجل وهدوا اوتيل سليم وبيعملوا اوتيل غيره وقصه كده كبيره يعني. كتير يا ريس. المهم يعني انك تاخد دور. عايزين نعضدهم بقى عشان مش كل شويه يسلبوا حقوقهم في حاجه، لازم ياخد لجنه الحكام والمسابقات ويجري تطويرها، زي ما انا متاكد انهم محتاجين الفار يبقى احدث نسخه. على فكره الشركه اللي رموها وقالوا ده هي اللي عامله للامانه ما بتاخدش فلوس حتى الان، وكل الحكايه انها ما تجيبش العربيات الجديده، وحتى الان تنتظر وعلى مسؤوليتي اتحاد منتخب عشان تصرف مستحقاتها. تخيلوا. طيب خلينا قبل الافكار بقى فكره اخيره بقى.
نعمل الحكام لجنة مستقلة. مستقلة يعني ايه؟ يعني ملهاش علاقة لا مستقلة في قرارها وازاي تطور تبع لمين يعني؟ تبقى مش تبع لمين؟ لازم الرابطة. زي رابطة الأندية. هي مستقلة زي رابطة. ما هي مستقلة تبع هي مستقلة. هي مستقلة في كتكوين. بس مين هيصرف عليها؟ مين هيصرف عليها؟ مين هيصرف عليها؟ لازم تبقى تابعة لرابطة الأندية. ماشي تابعة للاتحاد. وتجيب لها أنت تطورها ما أنت مين هيحاسبها طيب؟ لازم تجيب أسألك سؤال. جاي لك في مشروع وأكاديمية الحكام. تعرف فيها كم حكم من أبناء الحكام؟ 60 حكم. من ابناء الحكام؟ من ابناء الحكام 60 واحد. تعرف العمليه وراثه بس على فكره مفيش مانع بس لو كويس انا معلش اختلاف يا كابتن يا كابتن بقول لك انه ده غلط بس اقول لك ايه زي ما انت مسيطر ادي فرصه للناس الثانيه ادي فرصه اغري لاعيبه الكوره اللي بيبطلوا مثلا بانك تدي دلوقتي انت رفعت المباراه 7000 جنيه في المباراه الواحده وحمل الرايه 5000 ومش عارف مين 3000 ومش عارف مين 4000 وعمال توزع يا عم في الالاف ماشي ربنا كده الناتج هو انا مش في صالحي ان يبقى الحكم بتاعي رقم واحد طبعا صح طبعا مش في صالحي انا مش عاوز يا عم حكم اجنبي جديد للاهلي والزمالك والكلام ده انا عاوز دلوقتي حكم قوي الشخصيه عشان اشوفه بره احنا دلوقتي لما اشوف مصطفى غربال يعني شوف الهيئه لا شوف يعني انت شوف بص عليه هل احنا عندنا ناس كويس بس عاوز الثقه وعاوز تبعد عن دايره الالوان طيب. وعايزه تبعد اللي يحميها طيب. مش كل ما يطلع يحصل اللي بيحصل واحد ينزل ياخد حكم روحه ودخله جوه واحد يستدعي حكم يقول له انا بروحك كلام ما ينفعش خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا حد بيعلمه مفيش مدربين للتحكيم يا جماعه من غير زعل نطلع فاصل بس بعد يا ريت نطلع فاصل يا ريت فاصل ونرجع نكمل يا ريت اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين منتخبنا الوطني حقق انتصارين على ليبيا وتصدر مجموعته هل هي شهادة اعتماد لكارلوس كيروش ولا الجمهور لسه هينتظر لما يصل لكأس العالم؟ لا أنا بعتقد أنه طبعا ألف مبروك للمنتخب أنه كسب الماتشين لأنه ده كان الطريق الوحيد قدامه عشان يواصل في التصفيات ونوصل للمرحلة الأخيرة أوكي. إنما أنا شايف أنه ده الموقع الطبيعي لمنتخب مصر بالظبط يعني مفيش جديد هو يعني. الناس قلقت بعد ما المنتخب اتعادل في الجابون مع كابتن حسام البدري يعني الناس قلبت لما عارف امتى لما ليبيا كسبت انجولا بالظبط فتصدرت وانت تاخرت فبالتالي كان الموضوع كمان في حاله عدم رضا في حاجه مشكله بين حسام البدري وبين الجمهور وبين الناس في حاجه قفلت العلاقه فما كانش يقدر يكمل بالطريقه دي لكن اجمالا نقدر نقول ان كارلوس كيروش قدر خلال الماتشين دول ان هو يحقق لك نجاح بنسبه 100% وهذا هو المطلوب اثباته بلغه الهندسه والنظريات ولكن هل عمل اعجاز او انجاز لا عشان برضو من ايه يعني ما نبالغش لان المبالغه يا كابتن اسلام طبعا احنا عندنا عيب شويه في الحكايه دي يا إما الراجل نطلعه السما يا إما ندوس عليه لا خلينا نتكلم بالأمر الواقع صح ولا إيه هو حقق المطلوب منه يعني ما فيش إعجاز وبعدين منتخب ليبيا مع كل الاحترام إحنا شفناه هم ليه اتغلب منتخب ليبيا في مصر هنا لا بحسن لا ليه اتغلب 1-0 عشان دافع كويس بس هو بس. كان مركز هو منتخب قوي دفاعيا هو مركز على الدفاع لما ابطال يا جماعه الناس دي ظروفها ليبيا طبعًا ان شاء الله تعود ليبيا على قوه يعني انا بتكلم على اتفضل يا استاذ جمال نجح وهو هنا ان هو يخسر 1-0 فقط بهدف طبعا عمر طيب. مرموش لما كان المهمه المطلوبه من لاعبي ليبيا يدافع بس لكن لما هتشتغل بقى على الملعب مكسب عايز تكسب عايز تدافع وعايز تهاجم وانت التوفيق كان حليفك في واحده كانت ممكن تعمل لك مشكله بالظبط مش التوفيق الشناوي يعني حد الشناوي رجله فيها كانت كره يعني رايحه في لكن هي الفكره يعني اقصد انه فريق منتخب ليبيا كان الله في عونه والله ان هم في وسط كل هذه الظروف بيصلوا لهذا الشكل وبيصلوا لهذا الشكل ابطال طيب. نتمنى التوفيق بقى في رب استاذ محمود هل تتوقع اي تغييرات في الجهاز الفني للمنتخب خلال الفتره اللي جايه التغيير يتغير ليه مش تغييرات الدنيا هتبقى مستقره خلاص هو خد شهادة اعتماد كده وكان احنا وصلنا لكاس العالم يعني الكلام الجو اللي انا شايفه ده يا جماعه ده لا بس معلش استاذ محمود هو ايه المانع لما المدرب يبقى بيجيد كشخص وانت ليك ما صدرك وعارف طبعا
الكلام اللي بيتقال ما بين ان هو واحد من الشخصيه قويه وكذا وكذا وشخصيه اللعيبه بتحبه وكذا وكذا، ولكن ايه المشكله لما اقول ان هو كويس في ماتش هو كويس فيه حتى طبعا. فنيا جوه الملعب وعلى الجانب الاخر لو ما بقاش وحش انا لو بقى وحش بقول لك الكلام اللي هاخد من الكلام ده يا جماعه، انا بقول لك انه راجل عمل خلاص، احنا كنا في محنه فوز ليبيا على انجولا تلعب لاتينا المشكله ايوه وده اللي اربكت الدنيا صح. بعد كده انت خلاص ربنا كرمك كسبت هنا 1-0 بفضل توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ورحت هناك عملت ماتش غير متوقع على ارض صعبه جدا ومع ناس يعني الناس بتعمل لها كده تعظيم سلام. طبعا برافو عليك الشعب الليبي والاخوه في ليبيا احنا عظيم. وليبيا كده على فكره يعني انا رحت ليبيا اكتر من 3-4 مرات كلنا وشفت حجم العلاقه، ونتمنى انه ليبيا ترجع زي ما كانت ان شاء الله باذن الله تعالى. بس انا بقول لك ايه، انه كروش خد شهادة الثقة خلاص والاعتماد. هنا بقى صدرت المجموعة دي نقطة المفروض من وجهة نظري مفروغ منها. الرهان الحقيقي لكروش هو مباراة الفيصل في القرعة اللي هتتم في مارس اللي هي الذهاب واللي يبدي لها تبقى النقطة. الحاجة الثانية السيطرة على الفريق نفسه، لأن من خلال رؤية ومن خلال فكر أنا شايفه في الراجل وجي من أجله وتم استدعاءه واستجلابه، اولا مع خبراته الكبيره هو اللي عملها خلال يعني تنقله ما بين يعني الكره المختلفه يمين وشمال اتجاهه هيتم تقويض اللاعب المحلي مستقبلا، هيبقى الاعتماد على الفرز اللي جاي من بره يعني فرز مرموش، هتلاقي عندك في مجموعه كبيره من اللعيبه المصريين موجودين بره، هو الفتره اللي هيشتغل يعني النهارده عمل اجتماع ووزع المهام على متابعه الدوري، هو بقى هيبص بره هيشوف لانه ده الهدف. انا عايز اللي بيدير اتحاد الكوره انا عاوز اقلل قدره الاهلي والزمالك في المساله، انا عاوزك تجيب لي من بره، انا عاوز اعمل منتخب زي المغرب زي الجزائر يبقى عندي لاعب واحد محلي او لاعبين، وعلى فكره دي الفكره اللي جايه وهتثبتها الايام بشكل او باخر او بدليل ان المحترف هيكون ليه اليد والقوه واللاعب المحلي المميز اللي هو هيحتاجه هيبقى موجود عشان تقول لك ايه خلاص انا عملت مسابقه خلي المسابقه شغاله انا مش هاخد غير فلان وسين وصاد، واعتقد ده فكر واضح جديد جدا وتم تلقينه للراجل والراجل هينفذه بشكل او اخر، ما كناش النهارده هيبقى بكره هيبقى اخر السنه. حضرتك بتتكلم على اللجنه الثلاثيه وبالتالي وبالتالي اللجنه الثلاثيه قدامها شهر لو هتمشي ان شاء الله خلاص ما هو خد خد السكه يعني خلاص اتحط على الامانه برضو هو الكلاس يعني ايه ده في المدربين الفرز الاول ده هو بيعتمد على كده، ما احنا كنا بنشوف طلاينا يبقى ماسك منتخب بلده لكن بيستهوي له لعيب في الدوري الانجليزي وكذا لغايه ما يطمئن للمسابقه اللي هو بيختار منها جوه البلد لانه ده طبيعي. كمان احنا الفرز الاول مو صلاح والنني، طبعا صلاح في حته تانية لكن بقيت وتريزيجيه طبعا يا رب يتعافى باذن الله، وعمر مرموش في قدهم كتير ما حدش عبرهم يعني في قايمه مصطفى محمد لا ده كتير وطبعا مصطفى انا قصدي اللي ما طلعوش يا كابتن، وكنا بنتمنى على بعض المدربين من غير ما نقول اسماء يقول لك يا عم لا يبقى ازاي اجيبه منين، المهم الراجل كمان بكده هيرفع الحوافز يعني دي مش مقصود بيها كتم اللي جوه لكن ثقافه اللي جوه، احنا لسه بنتكلم على الارهاق وازاي اللعيب بقى يريح بقى ومش كل حاجه يروح يقضيها بنفسه، لازم يعرف مواعيد نومه واكله وشربه وازاي اكل صحي وكذا، عشان كده الراجل كابتن اسلام بداها هيبقى فيه تغيير ولا لا، انا بقول لك قد يزيد المساعدين، دور المصريين اللي معاه انتهى زيه زي كل يعني العالم يا استاذ عصام معلش هيزيد المساعدين اللي معاه الاجانب ربما واحد او اتنين تاني، دور المصريين اللي معاه انتهى، حتى في حراس المرمى بدا يعني يقعد في عاداته كده وبيوزع الادوار يقول عصام يعني غير الطريقه حضري وقالوا له ان ده النجم وعارف الاسم وعارف انه كان يعني الراجل اللي فعلا اسم في تاريخ الحراسه رايح حته تانيه ده ملابسه في متحف الفيفا، قال له انت مش بتلعب يعني انت المدرب، وبالتالي هيزود مساحه مساعدينه الاستاف بتاعه زي كل وحضرتك شفت في الخليج بيدوا للراجل مدير كوره او مدير فريق ومترجم ودومتم، انما ممكن يدوا له حد زي شوقي مثلا علشان ده بيستثمره فيه كبلد، انما انك تدي له حد كبير ولا حاجه نزولا على رغبه صحاب الشغل بيوافق لغايه ما يستلم منه الملفات بعد كده خلاص هو هيشتغل، وده اللي هيفيدنا هيشتغل بلغه الاحتراف اللي هو وصل له، وكيروش تنقل بين كل المعسكرات منتخبات وانديه عنده شركه
معلومه يعني عنده شركه بيدفع لها باين من 8 الى 10000 يورو شهريا بترصد له كل ما يكتب ايوه ويقال عنه داخل البلد. مش بس كده ويتابع هذه الاشخاص، يعني لو كتب محمود عنه مرتين ثلاثه اربعه يتحط فوق كده محمود ده بيتابعوا له بيكتب عنه. خلي بالك من نفسك ده بيتابعوا له ده بيتابعوا له كمان اللعيبه في البلد اللي بيروحها او النادي اللي يروحها وكلاساته يعني هو برضه الذاتيه جاي ايه جاي بهدف، وانا بقولها لك وسمعتها بوداني ما حدش قالها لي من مسؤول في اتحاد الكوره انه لازم لابد ان ياتي الوقت الا يفرض الاهلي والزمالك سيطرته مع المنتخب وان يكون للمحترفين اليد الطوله. وانا بقول لك هذه الفكره تم توجيه الراجل هتم في هذا المشروع، هيبدا بدا من المرحله دي وهيتم النهارده السنه الجايه السنه اللي بعديها اذا كمل ان شاء الله. اتمنى منتخب بلدي ان شاء الله يكون في كاس العالم باذن الله ان شاء الله. لكن انا اتمنى انه ايه انه احنا المساله تكون هدفها هو الكوره مش هدفها النادي ده مش هيتلقى ما تقلقش ده مش هيتلقى ده جاي يشتغل مش هيبقى عنده خرايط الجانبيه دي هيسمعها من هنا ويفوتها طيب. من هنا اتفضل يا استاذ سام. يعني طبعا المرحله الجايه مرحله التحديات كلها كاس العرب كاس افريقيا التأهل لكاس العالم. اتصور ان الراجل ده بعقليته وخبراته العاليه جدا ان هو متعمد او بيستهدف يعني البطولتين البطوله الافريقيه وبطوله كاس العرب مع الظهور الجيد والظهور الجيد في كاس العالم كمان. فانا هضيف على كلام الاستاذ محمود ان هو فعلا مش معقوله يبقى عندي ثروه كرويه منتشره في الانديه الاوروبيه ما استفدش منها دي، لان دي اللي هتفيدني جدا هتبقى فارق طبعا في كاس العالم طبعا، وهتبقى حافز كمان للاعيبه المحليين ان هم يعني يسعوا يطوروا نفسيهم ومش ما ينظروش تحت رجليهم المسابقات المحليه فقط لا، عشان يوصلوا لان هم يبقوا قيمه معينه في كاس العالم. نتمنى انا مطمئن جدا للتاهل ان شاء الله كاس العالم في جدا مطمئن الى حد كبير جدا يعني ان شاء الله. اللي حصل في ماتش ليبيا مع الفارق الفني والبدني والظروف اللي موجوده يعني بيبين قد ايه اللعيبه كانت يعني مقيده يعني في السابق يعني مقيده وقدرت تفجر طاقتها في الماتشين دول، وهنشوف اكثر مع الماتش النيك اوت اللي هو التصفيه النهائيه هنحدد يعني اذا كان فعلا اللاعبين دول عايزين يعملوا حاجه لبلدهم. لا يبقى في امم افريقيا كمان طبعا وامم افريقيا وكاس العرب يعني تمام. فطبعا وصولا الى الظهور المميز جدا في كاس العالم ودي خطوه لسمعه الكره المصريه والراجل ده يعني ده هيبان قيمته في المرحله دي، واتوقع زي ما قال الاستاذ عصام ان يكون في استعانه بخبرات برتغاليه طيب. اخرى ضمن الجهاز لان استاذ عصام قال لنا ان خلاص تم تقييد بس ربما مؤجله طبعا مؤجله مؤجله يعني كده عشان مفيش استعجال محدش يحط له طوبه تحت العجل ما هو الراجل بيفهم برضه بلاش الطوبه دي عشان المهم خلينا اقول لحضرتك على حاجه انا بس السؤال هو بس انا ما عنديش ما فضلش بس هو مش قصير يا كابتن الراجل طويل لا البوديوم هو عايز اقول لحضراتكم على حاجه هو سؤال انا كنت عايز اساله بس ما عنديش وقت فلو هنقدر ناخد دقيقه او ما نجاوبش دقيقه طيب انا اصل انا استغربت جدا برضو النهارده يوم الاستغراب العالمي المهندس احمد مجاهد ما حضرش قرعه الدوري ايه راي حضراتكم في هذا الموضوع؟ اول دقيقه بسرعه الدوري مش بتاعه يحضر ليه الراجل اما يعمل هو الكاس اما يعمل الكاس ما يجوش هم كمان هي طبعا يعني خلاص الرابطه مش بتاعته يعني لا ده كده في ازمه استاذ جمال انا معاه مع محمود انه فعلا في ازمه بس كان يجب على احمد مجاهد ان هو يحضر الا اذا شفنا ايه الازمه بقى واللي وراها يعني. لا في حاجه مش وقته اقرا التصريحات اللي بتتقال عايز 20 ايوه حاجة. شوف طبعا. انت ايه لا في الخمس تغييرات ثلاث تغييرات في صراع طب شوف بقى انت في ليك لازم تقول لنا بقى احمد مجاهد ما جاش ليه القرعه انا ما عنديش فكره ده انا اللي بس ولا ما عندكش دقيقه ما عنديش دقيقه
انا بشكركم جدا كالعاده، منورنا ومشرفنا، وان شاء الله انا هخلي السؤال ده نقدر نتناقش فيه اكتر مهم جدا، لان ده عايز حلقه كامله لكل مجلس الاتحاد الشاي. لا والناس اللي مش هتشرب ميه يا كابتن بجد والله، حتى توقف الميه يا جماعه ده في الاتحاد الدولي حرام. عموما يعني ادينا بنحط سبوتات او انوار كده بننور بالزبط. انوار على الحاجات اللي بتحصل وبنشوفها مع نقاد رياضيين كبار ومحترمين. استاذ جمال الزهيري انا بشكرك، استاذ محمود انا بشكرك، استاذ سامي انا بشكرك، استاذ عصام انا بشكرك، شكرا جزيلا لحضرتك، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد، خلاص الاسبوع ده خلص، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.